احلى واجمل تحيه صباحيه لكل مشاهدي ومتابعي برنامج الشروق مورنينج. نرحب بكم مشاهدينا الى هذا العدد الاخير في هذا الاسبوع من برنامجكم اليومي الذي نتواصل فيه دائما واياكم عبر هذا البث المباشر وعبر كذلك باقه من المواضيع المختاره لنهار اليوم. خلينا نبدا مع فقراتنا الخدماتيه واحوال الطقس التي تشهد وضعيه متقلبه جدا مع مريم بحري بعد الحدث. انضمت إلينا مريم طهري والوضعية الجوية لنهار اليوم. مريم صباح الخير. صباح الخير سوسن. أهلا. إذن مشاهدينا أسعد الله صباحكم بكل خير. نبدأ بصبيحة اليوم تحسن له على غرب البلاد لكن يبقى طقس متقلب غير مستقر ممطر على كل المناطق الشمالية الوسطى وحتى الشرقية بما فيها المناطق الساحلية والمرتفعات قرب السواحل. إذا ابتداء من هذه الظهيرة إن شاء الله تعرف أو لا ننتظر على المناطق الشمالية الوسطى تحسن طفيف في حالة طقس ومع ذلك راح تعبر إن شاء الله سحب تقدر تكون كثيفة لكن راح تكون بدون فعالية. لكن من البويرة إلى أقصى شمال الشرق الجزائري حتى نروح من جهة المناطق الداخلية قسنطينة سوق هرس أم البواقي حتى من جهة تبسة باتنا وسطيف الجلفة الغواط كل المناطق الداخلية والهضاب العليا الشرقية حتى على السواحل الشرقية يبقى ديما طقس متقلب غير مستقر بارد مع أمطار محليا تقدر تكون معتبرة. نروح أيضا من جهة أقصى أو على الجنوب الغربي حاسي منير حاسي خبي بولاية تندوف دائما هذه السحب الكثيفة مع أمطار رعدية محليا تقدر تكون معتبرة تكون مرفوقة برياح قوية تؤدي إلى بعض الزوابع الرملية توصل حتى المنطقة بني عباس أيضا على المناطق الصحراوية الوسطى ما يؤدي إلى رؤية ضعيفة فدائما نذكروا الحذر مطلوب. سماء ملبدة أيضا من جهة بني عباس بالشار غردايه حتى على بعض المناطق الصحراويه الوسطى على سبيل المثال على شمال منطقه ادرار احتمال ضعيف لبعض القطرات من الامطار الخط اللي يربط منطقه الثوره بالشار تاغيت حتى المنطقه بني عباس صفا ان شاء الله يهم كل المناطق الجنوبيه الشرقيه خاصه منطقه عين عميناس اقصى الجنوب الشرقي على منطقه جانتا مراسات حتى بالنسبه لاقصى الجنوب الجزائري. درجات الحراره القصوى المتداره نهار اليوم ان شاء الله راهي ما بين 18 19 حتى 20 درجه على كل المناطق الساحليه 17 نلقاوها من جهه سوق هراس ام البواقي قسنطينه ميلا والبويره محليا تقدر تنقص حتى ل 15 ولا 16 درجه او تنخفض بدرجتين. اذا 15 من جهه بس الجلفه الغواط ما بين المناطق الداخليه والهضاب العليا الغربيه تيارت حتى بالنسبه لغليزان معسكر سيدي بالعباس البيض مقاييس ما بين 15 16 17 حتى 19 درجه كاعلى مقياس. اذا على الاطلس الصحراوي على منطقه بشار 25 درجه هي وتاغيت وبني عباس 23 درجة على منطقة الواحة 22 على شمال الصحراء غردايه بريان زلفانه وحتى على بونورا على المنطقة الصحراوية الوسطى 32 إلى 33 درجة 28 من جهة تندوف على الجنوب الشرقي على عين ميناس 31 درجة هي وتمنراس 32 على جانيت وبين 35 حتى 38 درجة على أقصى الجنوب من برج بجي مختار حتى تنزواطين تيمياوين وأيضا على عين قزام بحر مضطرب. على السواحل الوسطى خاصة على السواحل الشرقية بين 40-50 كيلومتر في الساعة حيكون قليل الاضطراب على السواحل الغربية سرعة الرياح تكون إن شاء الله معتدلة لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة اتجاه رياح شمالي شرقي من دلس حتى المرسى بن مهيدي بالنسبة للعوانة والقالة على كل السواحل الشرقية حيكون شمالي إلى شمالي غربي. تفاصيل أكثر دائما تلقاوها عبر النشرات الجوية اللاحقة. عودة إلى سوسن. شكرا لك مريم نتمنى لك نهاية أسبوع موفقة. ما أنتم مشاهدينا راح نروح وإياكم مباشرة إلى اتصال هاتفي مباشر مع حضرة رائد شعاوي العياشي في الدرك الوطني لنقف حالة الطرقات لنهار اليوم بالإضافة الحصيلة لحوادث المرور خلال الفترة السابقة وما ننساوش كذلك نصائح السائقين المتابعة. صباح الخير مشاهدينا الكرام. في البداية دائما نحاول أن نذكر الإخوة مستعملي الطريق بالحالة اليومية لشبكة الطرقات في ظل هذه الاضطرابات الجوية التي تعرفها بعض مناطق من الوطن. إلى حد الساعة حال شبكة الطرقات على العموم مفتوحة للسير باستثناء دائما تلك المقاطع الموجودة على مستوى المدن الكبرى والتي عادة ما تعرف اختناقات في حركة المرور وهذا راجع إلى الكثافة المرورية من جهة وكذلك ورثة الأشغال التي
عادة ما تتسبب في عقلة حركة المرور على بعض المحاور التي تشهد حركة مرور كثيفة. على مستوى ولاية قسم طينة سجلنا الطريق الوطني رقم 5 في شبه الرابط بين مدينة قسم طينة وبلدية عين سمارة. هذا المحور يعرف كثافة مرورية وبعض الاختناقات ابتداء من الحجرة الكيلومترية رقم 14 إلى غاية الحجرة الكيلومترية رقم 417، أي من مفترق الطرق رقم 3 إلى غاية مدخل مدينة عين سمارة. كذلك طريق الوطني رقم 79 في شبه الرابط بين مدينة قسم طينة وبلدية الخروب يعرف كثافة مرورية وبعض الاختناقات، وهذا من النقطة الكيلومترية رقم 8 إلى غاية النقطة الكيلومترية رقم 8 زائد 300 متر، تحديدا على مستوى قرية بالحرش، وهذا من الساعة 8 صباحا إلى غاية 5 مساء. على مستوى ولاية بومرداس دائما نبقى نسجل الطريق الوطني رقم 29 في شبه الرابط بين بلدية بودوة وقدارة. هذا المحور يعرف كثافة مرورية واختناقات على مستوى حي بودة وحي تواشنا. وكذلك على مستوى ولاية الجزائر العاصمة سجلنا الطريق السريع الغربي في شبه الرابط بين الجزائر العاصمة ومدينة جيرالدا يعرف كثافة مرورية واختناقات، خاصة على ابتداء من محول منطقة بوشوي إلى غاية جسر دار إبراهيم، كما هو الحال بالنسبة للطريق السريع الشرقي الذي يربط الجزائر العاصمة بالطريق الوطني رقم 5. هذا المحور كذلك يعرف اختناقات في حركة المرور خاصة على مستوى بلدية دار البيضاء. وكذلك سجلنا الطريق الوطني رقم 5 كذلك يعرف كثافة مرورية وبعض الاختناقات في على مستوى بلدية برج الكيسان. هذا فيما يخص المحاور التي تشهد اختناقات نتيجة الكثافة المرورية. فيما نبقى نسجل بولاية تلمسان الطريق الولائي رقم 133 في جزئها الرابط بين بلدية الجور ورأس الماء، هذا المحور مغلق بسبب ارتفاع نسوب مياه الواد على مستوى بلدية الجور. هذا فيما يخص حوادث المرور، فيما يخص الحالة اليومية لشبكة الطرقات. أما فيما يخص إحصائيات حوادث المرور خلال الأسبوع الماضي، فوحدات البرك الوطني سجلت 277 حادث مرور، أثرت هذه الحوادث عن وفاة 51 شخص وإصابة 530 شخص بجروح. بالمقارنة بنفس الفترة السابقة نجد أن هذه الفترة عرفت انخفاض في عدد الحوادث ب 72 حادث مرور، انخفاض في عدد القتلى ب 24 قتيل، وانخفاض في عدد الجرحى ب 93 جريح. الولايات التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث هي ولاية عين دفلة، الجزائر العاصمة الجلفة، ولاية تبسة، وولاية الصيف. الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث هي نجد أن السواق تسببوا في 241 حادث مرور، المرة تسببوا في 18 حادث مرور، حالة المركبة تسببت في 13 حادث مرور، والطريق تسبب في 5 حوادث مرور. في الختام دائما وفي ظل هذه الاضطرابات الجوية التي تشهدها بعض المناطق من الوطن، نذكر الإخوان المستعملين الطريق بالتقيد بقواعد السياقة السليمة واحترام قانون المرور، تقليل من السرعة خاصة واحترام المسافات بين المركبات. على بالك دوكا رحت لا كاروتير، ديت واحد وتوليت درت ساعة غير ربع ينرمون كار. الأسباب تاعها مانيش عارف أنايا، لا الخرارس بزاف، الناس مانيش عارف بالك ما يعرفوش يسوقوا مليح، يقطع لك في الطريق يغلقها لك، ما يدي لا بريوريتي، ما يريسبكتيش لا بريوريتي. اثر عليا بزاف انا هنايا ولا رقيس لا كيتشوف لا كاروتير لا ناس غير ربع. ترك شاك كارفور اللي تروحي ليه تلقاه مبوشي، ما عرفناش السبب وشنو هو. والفناها خلاص ولات نورمال، والفناها نورمال، ما نخدمش انا ماشي فونكسيونير وقت لي تخرج بها 9 ولا نورمال روطر شويه. كاينين طوموبيلات، ناس يشري طوموبيلات كرارس بزاف وطرق تاع بكري، هذا ما كانوا ناس كاع بالطوموبيلات كاع يدوروا. نشكر حضرة رائد شعاوي العياشي في الدرك الوطني حول كل هذه المعلومات المفصلة حول شبكة الطرقات خلال هذا الصباح، ونتمنى من كل مستعملي الطريق نتمنى لكم طريق السلامة، ونقول لكم تاخذوا من السياقة مسؤولية قبل ما تكون متعة. أنتم اللي راكم في بيوتكم نقول لكم ابقوا معنا لتتعرفوا على أهم المواضيع المختارة لنهار اليوم. تابعونا في عدد اليوم وفي قضية الأسبوع ككل خميس، تأخر كتابة التاريخ يشعل حروب
الذاكرة. كما سيكون لنا حديث كذلك في فقرة الحدث عن الصناعات التقليدية بديل آخر للنهوض بالاقتصاد الوطني. وحصاد الأسبوع وحوصلة لأهم الأحداث الوطنية والدولية لهذا الأسبوع، بالإضافة للعديد من الفقرات. بانتظاركم، ما تروحوش بعيد. نتواصلوا معكم عبر هذا البث المباشر وعبر فقراتنا المختلفة. راح نروح مباشرة إلى عناوين الصحف الوطنية والدولية الصادرة لنهار اليوم مع ياسين مرابط بعد لحظات. صباح الخير سوسن. إذا نهاية الأسبوع وصلناها بعد هذا الأسبوع وأيام قليلة وقبل يوم عاشوراء بالنسبة للمسلمين. إذا في الصحافة لنهار اليوم نبدأها كالعادة بأبرز العناوين كما سوف نشاهد على الشاشة. نبدأها بشروق اليوم في صفحتها الأولى، عنونت لا أهلا ولا سهلا بكم ولا تحلموا بجواز السفر. هذا بالنسبة لي للشروق. الحوار نشوفه أنا ندمت على اليوم الذي عينت فيه نزار وزيرا للدفاع. الوطن لو ديفيسيت أغراف. نعود نولي نشوف الشروق إذا ممكن. خلينا نشوف الوطن. لو ديفيسيت كوميرسيال ساغراف، هذا بالنسبة للعنوان الأول أو العنوان الصفحة الأولى في الوطن. كما قلنا الشروق عادت إلى نشطاء الأسرة الثورية يجيبون على الأقدام السوداء عبر الشروق. شفنا الوطن الصفحة الأولى عادت إلى لو ديفيسيت هنا بالنسبة للجزائر، الوضع الاقتصادي في الجزائر. نتابع أيضا جريدة الفجر في عددها اليوم، عادت للأمطار الطوفانية التي شهدتها مختلف مناطق الوطن. وأيضا الحوار عنونت وعادت إلى تصريحات الرئيس السابق شادلي عبر عبد العزيز بوبكير الذي قال ندمت على اليوم الذي عينت فيه نزار وزيرا للدفاع. هذه بالنسبة لأبرز العناوين ومجمل الصحف في عددها لنهار اليوم. تكلمت عن الأمطار الطوفانية التي ذهب ضحيتها العديد من الأشخاص وأيضا الجانب المادي الذي كان كبيرا. نذهب الآن إلى التفاصيل. في التفاصيل نبدأ بالشروق اليومي. في الشروق نقلت تقرير الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الذي رسم صورة سوداء عن واقع الإعلام في الجزائر، وكشف أيضا عن جملة من التجاوزات التي جعلت حقوق الإعلامي الجزائري مهضومة في ظل غياب تمثيل نقبي للدفاع عن حقوقهم. ويأتي هذا التقرير عشية اليوم الوطني للصحافة الذي يستضيف اليوم، ومن هذا المنبر نقول كل عام والأسرة الإعلامية في الجزائر بألف خير. نبقى مع الشروق اليومي التي عادت إلى الأمطار الطوفانية التي شهدتها مختلف مناطق الوطن. الشروق كتبت الفيضانات تغرق الولايات والمسؤولون يتفرجون. هذا تسببت هذه الأمطار التي تهاطلت على ولايات الوطن في هلاك 3 أشخاص وتشريد عشرات العائلات وانهيارات في المباني، كما أغرقت مدنا بأكملها في حين عاشت عائلة حالة من الذعر والخوف. زليخة بالعربي أمام المتابعة القضائية هو ما نطالعه اليوم في يومية الوطن التي عادت إلى اعتقال الناشطة زليخة بالعربي عشية اليوم الوطني للصحافة في ولاية تلمسان، وذلك بعد نشرها رسما كاريكاتوريا على صفحتها في الفيسبوك اعتبر مسيئا لرموز الدولة. ندمت على اليوم الذي عينت فيه نزار وزيرا للدفاع، هي تصريحات الرئيس شادلي بن جديد التي نقلها عبد العزيز بوبكير كاتب مذكرات الرئيس السابق. ونقلت يومية الحوار أن حرب تراشقات إعلامية وحرب المذكرات أو المذكرات تشهدها الساحة السياسية أو الساحة الجزائرية هذه الأيام. هذه التراشقات تخون وتنقص من قدر الكثيرين. وهنا كما قلنا سوف يكون الحديث عن كتابة التاريخ وعن مجمل هذه الأمور المتعلقة بكتابة التاريخ. أخيرا عادت يومية الفجر إلى تقارير المنظمة الدولية للسياحة والتي أشارت بأن الجزائر خارج تصنيفات السياحة الإسلامية. وحسب مؤشر هذه السنة فإن فقد حلت ماليزيا في المرتبة الأولى متبوعة بتركيا والإمارات العربية المتحدة في المرتبتين الثانية والثالثة على الترتيب.
إذا كانت هذه هي الصحافة، نشوفوا الكاريكاتير سوسن أو نذهب إلى موجز لأهم نعم الأنباء. نعم نكمل فقط ياسين الكاريكاتير في عجالة، كاريكاتير نشوفوا الكاريكاتير الصحف الوطنية وبعدين نروح مباشرة الكاريكاتير في الصحف الوطنية. أولى الكاريكاتيرات من الشروق اليومي كما سنلاحظ في الشاشة، كلنا عادت إلى قضية الوزير جرين، لكن نشوف هنا لوجودمو جرين كارد، كلنا جرين كارد، والذي هو تفاؤل الجزائريين الحصول على البطاقة الأمريكية للذهاب إلى الولايات المتحدة. الكاريكاتير الثاني من الصحافة الوطنية نأخذه من يومية الوطن، إذا ممكن نشوفه في الشاشة. أو كان هذا آخر كاريكاتير بالنسبة للصحافة. ونذهب إلى القدس العربي، التي كتبت أن الأردن شهد أطول إضراب عن الطعام لمعتقل السياسي، مضى أكثر من 60 يوم حتى اليوم تحت أكثر من 60 يوم مضربا عن الطعام. هذا الشخص هو القيادي في التيار السلفي الجهادي أبو بندر النعيمي، وذلك فيما سماه معركة الأمعاء الخاوية، ليسجل بذلك أطول إضراب عن الطعام لمعتقل سياسي في الأردن. وعقدت محكمة أمن الدولة الأردنية قبل أيام جلستها بعد تدخل من المنظمة أو بعد تدخل من منظمة الصليب الأحمر، وتم إحضار النعيمي أمس إلى قاعة المحكمة وهو ممدد على نقالة لخطورة وضعه. مقاطعة شباب المصري للانتخابات، هل تكون نذرة لثورة جديدة؟ والسؤال الذي طرحته يومية العربي الجديد، والتي كتبت أن عزوف الشباب المصري بمختلف انتماءاته السياسية وطبقاته الاجتماعية عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية أثار حالة من الخوف لدى أركان النظام المصري الحالي. وأثار عزوف الشباب المصري بمختلف انتماءاته السياسية أيضا هذا التخوف نظرا لتراجع المشاركة في الانتخابات البرلمانية. ختاما مع الحياة اللندنية، التي كتبت صندوق النقد الدولي تريليون دولار في 5 سنوات عجز الدول العربية المصدرة للنفط، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز عجز الدول العربية المصدرة للنفط تريليون دولار في 5 سنوات، منها 360 مليون أو بليون دولار خلال العام الحالي، والباقي خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط من 110 دولارات للبرميل إلى ما دون دولار أو 50 دولار هذا جانفي أو هذا جوان من 2014، وذلك بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني وتذبذب أسعار العملات. كان هذا آخر خبر بالنسبة للصحافة الدولية، نلتقي بعد الأسواق يا سوسن. نعم ياسين شكرا لك. إذا ما نزال متواصلين مع مشاهدينا الأعزاء مع أولى نسمات هذا الصباح عبر مختلف فقرات برنامج الشروق مورنينج. جولة أخرى راح تقودنا إلى الأسواق الجزائرية من خلالها آسيا، وتقرب لدينا ولديكم كذلك دائما الصورة حول الأسواق الجزائرية في هذه الورقة. لا شوية غالي شوية كيلحقوا الموسم هذا دائما يطلعوا لنا هاي كيفاش كيلحق الموسم يغلى الخضره تغلى كلش الدوزيام ما تروازيام ما هذوك يغلوهم طوماطيش 10000 شلاضه 12000 واش نقول لك الخضره كامل غاليه ما كاش رخيص ايه الفواكه ما تقربيهمش راهم كي الدواء لازم يديرهم لك الطبيب يدير لك في الاوردونونس لا نورمال كيما طوماطيش كندير دوزمي دوك يدير 14000 باسكو ما كاش اي ناقصه وطوماس كاع مردت لهم هذا ما كان هذا اش كاين ولا حلو نورمال كيما كان كيما راهو ولا حال كيما كان كيما راهو ستوكيو يستوكيو السلعه ويستوكيو البطاطا ويستوكيو البصل ويخبيوه ويديروا لها لوكازيون تاع كي تطلع السلعه وتكون ناقصه في البحاير يخرجوا سلعتهم هما ومن بعد يولوا بتليفونات رجل فوق رجل دوك الرقابه تما كلها ما على بالي تروح لعندهم هنا يجونا حاجه باينه يجونا يسقسونا لي بري يديروا لي بري تسمى ماشي شويه مسقمين شويه ماشي فور يا ودي دوك نفهمك على كل حال دوك بيريوط هذه شويه صعيبه علاه شغل الصيف دوكا جايه الشتاء السلعه تاع برا تخلص تبقى غير تاع اليسار اوتوماتيك مو تبدا تطلع شويه وما موضوع تنقص السلعه تاع برا هذه تنقص شويه تبقى غير تاع اليسار حاجه قليله تطلع وتهبط تطلع وتهبط كل نهار كيفاش. نرحب بكل من التحق بنا اللحظة إلى برنامج الشروق مورنينج. ياسين التحق بي على يميني إلى مكانه
إلى البلاتو. ياسين مرحبا بك من جديد. أهلا من جديد سوسن، أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المباشرة وهذه العدد من يوم الخميس نهاية الأسبوع. بعد هذه الجولات المتواصلة في الخدماتية، خلينا نشوف أهم المحطات وأهم العناوين والمواعيد السياسية والحزبية لنهار اليوم في هذه الأجندة. إذن كانت هذه أهم المواعيد السياسية والحزبية لنهار اليوم في الجزائر. مواعيدنا عبر برنامج الشروق مورنينغ ما تزال متواصلة وإياكم. الآن مواعيد المحطة الدولية ونافذة كما يقول ياسين على ما يحدث في العالم. صحيح، نافذتنا على ما يحدث في العالم نبدأها من مصر، من القاهرة بالضبط، ونتائج الانتخابات المصرية، حيث أعلنت اللجنة العليا، كما سنشاهد بعض الفيديوهات بعض الصور من الانتخابات البرلمانية الجولة الأولى، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن المشاركة بلغت 26.5%، هذه بالنسبة للانتخابات في المرحلة الأولى، وقال أنه المشاركين كان أكثر من 7 مليون مشارك في هذه الانتخابات. نعم ياسين، وكنت ذكرت أنت في الصحافة الدولية أن عزوف الشباب المصري عن الانتخابات، وكانت الجريدة العربي ذكرت أو تساءلت إن كانت هذه هي ثور أو نذر لثورة جديدة، وما يتساءل كذلك عليه المصريون. وكنا شاهدنا كذلك مواقع التواصل الاجتماعي ربما ودورها في عزوف الشباب عن هذا الانتخابات، وكنا شاهدنا هاشتاغ لا أحد يريد التصويت الذي يعرف انتشار واسع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح، مدام ذكرت سوسن على العزوف، في التقرير الذي كتبته صحيفة العربي الجديد قالوا أن هذا العزوف أرجعوا إما لنجاح عملية مقاطعة الانتخابات التي أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تخوف الشباب المصري وعدم ثقته بالنظام الحالي. صحيح، هذا بالنسبة للخبر الأول بالنسبة للنتائج المصرية. ونذكر فقط أنه في حب مصر، قائمة في حب مصر فازت ب60 مقعد، وهي هذه القائمة المساندة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. إذا من مصر ننتقل إلى الأراضي المحتلة، إلى فلسطين والوضع الذي تشهده وما يسمى بانتفاضة السكاكين. وبعد أن قام بزيارة مفاجئة إلى الأراضي المحتلة إلى تل أبيب، بان كي مون يقوم بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقام أو يسود اليوم حالة من الاستياء في مقر الرئاسة الفلسطينية بعد تصريحات الأمين العام، والذي قال أنه ولم يكتفي فقط بالمساواة بين الشهداء الفلسطينيين والجلاد الإسرائيلي، بل أعرب أيضا عن استيائه من الشبان الفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال. هي طبعا تصريحات ليست غريبة على العالم العربي، حتى على
بان كي مون. هناك كذلك من يقول خلال زيارة بان كي مون يوم أمس إلى الأراضي المحتلة، العديد من المتتبعون من قالوا أن هناك ربما توجه لاحتواء دولي أكثر للقضية الفلسطينية، وخاصة بعد الانتفاضة الثالثة كما ذكرت والتي سميت بثورة أو انتفاضة السكاكين. وأيضا نذكر أنه جون كيري الوزير الخارجية الأمريكي من المقرر أن يزور الأراضي الفلسطينية، وأيضا يزور فلسطين الأردن ليتحاور مع رئيس الفلسطيني، لكن بعد ما قاله بان كي مون لا يعول كثير على هذه الزيارة لما سيكون لها نتائج على القضية. ختاما من ويكيليكس، موقع ويكيليكس يعود من جديد ويصنع الحدث بنشر عدة وثائق من علبة البريد الإلكتروني لمدير الوكالة، وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA من الفترة 2007 و2009. هذه الرسائل تم تسريبها وتم من طرف شاب يدرس في الثانوية، والأمر الذي صنع جدلا كبيرا نظرا ل قصر، ليس قصر بل وشاب في عمره، فيمكن أن يخترق بريدا إلكترونيا للCIA أكبر وكالة استخبارات عالمية، وقال أنه لا ينتمي إلى أي جماعة إسلامية، لأنه كان حيقولوا أنه منتمي إلى جماعة إسلامية أو إرهابية، وقال أنه لا ينتمي إلى أي جماعة دينية أو إسلامية، بل يكون غضبا كبيرا للاستخبارات الأمريكية وللسياسة التي تتبعها. صحيح، وأنه كنا شفنا أنه عديد من القادة العرب والقادة الأوروبيين كذلك كانوا عرضة ربما لهذا الوثائق السرية التي نشرت، والعديد كذلك من الجدل أو الكثير من الجدل الذي أثير حول هذا الموقع والوثائق السرية جدا التي نشرت من خلاله. إذن كان هذا آخر خبر في فقرة يحدث في العالم. لكل محبي الرياضة لهم نصيب في برنامج الشروق مورنينغ، بوعد المحطة الرياضية مع محمد محمودي وآخر الأخبار بعد هذا الفاصل. إذا عندنا مشاهدينا إلى تكملة فقرات الشروق مورنينغ الفقرة الرياضية بامتياز مع محمد بعد قليل. محمد نرحب بك من جديد. مرحبا سوسن. مرحبا ياسين. صباح الخير الجمهور الرياضي. بدون شك زميلتي سوسن كان هو خبر معاقبة لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم أمس فريق أمل الأربعاء بحرمانه من ملعبه وكذا من جمهوره إلى إشعار آخر بسبب أحداث الشغب التي ميزت مباراة الثلاثاء الماضي بين أمل الأربعاء واتحاد العاصمة، واللي كان خسرها الأمل بنتيجة هدفين مقابل هدف. هذه ضربة موجعة بالنسبة للأمل الأربعاء، خاصة وأنه يعاني الأمرين في مؤخرة الترتيب. كذلك مدرب طبعا بدون شك، طبعا بعد كل مباراة خاصة بعد سلسلة من النتائج السلبية نجد أن المدرب دائما يكون ضحية للنتائج، خاصة وأن أمل الأربعاء يعني انطلق هذا الموسم يعني في مرحلة جد حرجة وظروف صعبة، وبعد أيضا استقالة رئيس النادي جمال عماني، يعني كلها ظروف يعني تتخبط فيها الأمل اللي يعاني كما قلنا في ذيل الترتيب في مؤخرة الترتيب. نتمنى أنه مع مرور الجولات يعود يستفيد، خاصة وأن الرابطة برمجت له المباراة القادمة مع دفاع تاجنات بملعب براكني بالبوليدة، وهذا طبعا في غياب الجمهور. نتمنى حظ موفق لأمل الأربعاء للنهوض والاستفاقة من الوضعية تاعو هذه. نشوفوا محمد، ربما كنا ذكرنا في الموسم السابق ومن خلال فقرات الرياضة المختلفة وعبر مواضيعها المتنوعة كنا ذكرنا أنه بالرغم من الإجراءات يعني الردعية التي اتخذت ربما للحد من أعمال العنف التي تحصل داخل الملعب، لأنه نشوفوا أنه أعمال شغب متواصلة، نشوفوا أنه هذه خاصة لعب مباراة بدون جمهور لم تؤثر بدون شك المدرجات، يعني مدرجات أي ملعب فيها أنصار وفيها أشباه أنصار. بالنسبة لي أنا نشوف بلي هذه الأنصار ما يخموش على الفريق تاعهم بدون شك، خاصة وأن الرابطة في كل مرة يعني تتخذ إجراءات وتقول أي مقذوفة أو ألعاب نارية تقذف على أرضية الميدان راح تتقابلها معاقبة بدون جمهور للفريق تاعهم. بدون شك هذه رسالة لجميع الأنصار المحبين للفريق تاعهم، يعني معاقبة مثل هذه أو قرار يعني بمنع أمل الأربعاء باش ما يلعبش في الملعب تاعه إلى إشعار آخر، يعني هذه ضربة موجعة، خاصة أن الفريق يعني حتى الآن بدأوا يتحثوا على شبح السقوط والعودة إلى المحترف الثاني. نتمنى مثل هذه الأعمال يعني تنتهي مع مرور الجولات، والناس تشوف باللي الفريق هذا يحتاج إلى الدعم تاع الأنصار تاعه باش يعاود يستفيق وينتفض في الجولات القادمة.
إذا نشوفوا بعد هذا على الجانب الوطني من الاتحاد الأربعاء فريق أمل الأربعاء عفوا اليوم عندي مشكل في النطق أمل الأربعاء أخرجت أمل الأربعاء نعود نولي الموضوع ربما صنع الجدل هذه الأيام وإبراهيمي ياسين إبراهيمي ولاعبه ضد مكابي تل أفيف نعم يعني إبراهيمي اللي كان تخلو شارك أساسي في هذه المباراة يعني الدخول تاعه في المباراة ضد مكابي تل أبيب هذه يعني خلت حرب فيسبوكية خاصة من جانب الجزائريين بين مؤيد ومعارض لكن بدون شك شفنا إبراهيمي يعني تخل بحماسة أكثر في هذه المباراة وإن قدم مردود جيد وإن كان سجل هدف والدليل أنه بعد تسجيل الهدف سجد ويعني شكرا لله بهذا الهدف كأنه كان في حرب نعم خاصة وأن المباراة اللي شاف المباراة هذه يعني حتى المخرج يعني كان تبع بالكاميرا تبع إبراهيمي لما كان داخل النفق ولما دخل المباراة يعني حس يعني بأن المباراة خاصة بالنسبة لإبراهيمي لذلك ثاني كان خبر آخر يعني بإبراهيمي بدون شك راح يكون أيضا حاضر في المباراة مثل ما قال المدرب تاعو لوبيتيغي أمس لدى إجابته عن سؤال صحفي إسرائيلي كان خصو بالسؤال حول إبراهيمي هل بإمكانه يكون حاضر في السفرية تاع تشكيلة بورتو إلى تل أبيب يعني لوبيتيغي كان بفضل الحنكة تاعه والذكاء تاعه قال له احنا ماناش في السياسة نحن في الرياضة هذه مباراة في كرة القدم وراح يكون معنا إبراهيمي في المباراة رغم أنه العديد من الإعلاميين المتتبعين للشأن الرياضي ربما قالوا أنه إبراهيمي فوت فرصة الدخول إلى التاريخ كما حصل مع أبو تريكة وغيرهم من اللاعبين الذين يقطعون اللعب مع أندية إسرائيلية يعني هو العكس تاعه كان تخلوا ولعب مباراة مميزة ونسجل هدف وقاد فريقه إلى الفوز يعني اختلفت ربما ردود الفعل اختلفت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لهذا وبين تخوين وأيضا رجعوا كبطل كان رجعوا بطل كان رجعوا خائن بالنسبة لمحمد هنا سؤال ربما في بالنسبة لمباراة العودة هل حيكون عنده إذا لعب وراح للأراضي المحتلة هل يكون عندها أثر بالنسبة للفريق الوطني هل مثلا سيتم استدعائه للاعب بعد أن يروح إلى والله القرار هذا يعود للاعب واللاعب يشوف باللي هذه مجرد كرة قدم مجرد جلد منفوخ يعني في الاحترافية تاع أي لاعب يعني يكون حاضر ويمثل فريقه يعني ماشي حتكون ربما تدخل تاريخ اذا كان اول لاعب جزائري يروح لاسرائيل وايضا راحوا لاعبين ديجا وكان اسحاق بالفضيل اللي كان زار يعني وراح مع الفريق تاعه يعني نادي بارما راح لاسرائيل يعني وكانت يعني موجه من كما قلنا من المنتقدين ومن يعني بين معارض وبين مؤيد لهذه قلنا يعني القرار يعود يولي اللاعب في اخر المباراه نعم نروح ربما الى الناخب الوطني كريستيان غورتيف الذي ضبط قائمه موسعه تضم 32 لاعب بدون شك زميلتي سوسن يعني وكما يعلم الجميع ان كريستيان غورتيف متواجد ايضا في مسقط راسه بفرنسا وكان بعث للاتحاديه قائمه ضم 32 لاعبا منها ثلاث حراس 12 مدافعا 10 لاعبي وسط و7 مهاجمين أقول منهم هذه القائمة تمثل فيها 8 لاعبين محليين بالإضافة إلى 24 محترف القائمة أيضا عرفت عودة كل من الحارس بولحي الذي عاد بقوة مع فريقه أنطاليا سبور التركي بالإضافة إلى مصباح العائد أيضا هو الآخر لاعب سامدوريا إضافة إلى رشيد غزال اللي كان تألق مع فريقه وعاد مع فريق أولمبيك ليون بالإضافة إلى كديورا الذي يؤدي مردودا رائعا مع الفريق تاعه يعني هذه نقدر نقول للتشكيلة المعهودة للمنتخب الوطني اللي كنا نشوفها في المباريات الماضية بالإضافة كما قلت زميلة اللاعب بن طالب اللي عاد من الإصابة تاعه نبقى دائما في جو الفريق الوطني ومن سيلعب معه تنزانيا تنزانيا اللي راح يكون خصم المنتخب الوطني في التصفيات او الدور الثاني من تصفيات كاس العالم 2018 اللي راح تجرى في روسيا الاتحاديه التنزانيه لكره القدم كانت جمدت البطوله تاعها من اجل تحضير المباراه الخضر اللي راح تلعب في دار السلام يوم 14 نوفمبر القادم اللي نشوف هنا باللي عندهم دايرين هذه المباراة أو يعني مباراة بالنسبة لهم مباراة مصيرية للتأهل إلى دور المجموعات يوم 14 نوفمبر بدار السلام وبعد ثلاث أيام راح نشوفوا مباراة الإياب اللي راح تلعب في ملعب تشاكر هنا في ملعب تشاكر بين المنتخب الوطني والمنتخب التنزاني نعم محليا الآن مباراة الجولة التاسعة تتصدر هذا الجمعة يعني غدا
قمة مثيرة بين وفاق سطيف وشباب بلوزداد. نعم، كان ثلاث مباريات ككل في اليوم الأول من الجولة التاسعة اللي راح تلعب غدا مثل ما قلتي زميلة سوسن، والقمة تاعها راح تلعب في ملعب 8 ماي بين وفاق سطيف العائد بقوة والمنتشي بفوز كان عاد به من وهران أمام الجمعية المحلية، راح يلاقي شباب بلوزداد يعني يقولوا المتعثر خلال ثلاث جولات الماضية واللي يبحث على الاستفاقة، يعني راح تكون مباراة نتمنى تكون مثيرة وممتعة بالنسبة للجماهير التي راح تكون حاضرة في الملعب تاع الثامن. ما كان مبارتين بالنسبة لشباب قسنطينة اللي راح يلعب كل أوراقه باش يفوز أمام اتحاد البوليدة اللي كان فاز هو الآخر في المباراة الماضية، يعني نشوفوا مباراة بأهداف متباينة، اتحاد البوليدة راح يروح بدون شك باش يأكد الاستفاقة تاعه، في حين يعني شباب قسنطينة اللي كان أقل المدرب تاعه إيبر فيلود بسبب نتائج سلبية بدون شك راح يعطي كل شيء باش يفوز ويكسب ثقة الأنصار اللي شفنا بلي أنصار سنافير بعدما شافوا بلي عندهم فريق قادر ينافس على اللقب هذا الموسم شافوا بلي أو يتخبط في نتائج سلبية بدون شك راهم يطلعوا على الفريق تاعو باش يعاود يستفيق أمام فريق اتحاد البوليدة. كان مباراة أخرى بالنسبة لمولودية بجاية واللي عنده نفس الطموح كما شباب قسنطينة باش يعاود يولي في البطولة عندما يستضيف جمعية وهران الذي يعاني هو الآخر بعد يعني سقوطه في ميدانه أمام وفاق سطيف في الجولة الماضية. الكثير من المباريات سوف تكون يومي الجمعة والسبت. الجمعة والسبت يعني اليوم الثاني راح يكون ختم مباريات وفيها قمة أخرى في ديربي عاصمي بين مولودية العاصمة ونصر حسين دالي راح يتلعب على الساعة الرابعة على مستوى ملعب 5 جويلية. محمد نختمه بفيديو ربما مثير للجدل يعني حراس المرمى حتى هما من حقهم يسجلوا أهداف مثل ما نشوف البطولة الدرجة الرابعة الإنجليزية مع فهذا الحارس ينتمي الفريق ستيفيناغ اللي كان قاده إلى فوز ثمين على فريق آخر يعني واسمه وايكوم بنتيجة هدفين، يعني هذا اللاعب هو حارس مرمى فنلندي واسمه جيسي جورنين يعني وإن كان ساهم وحط البصمة تاعه في الفوز هذا يعني يقولوا من البارة للبارة من البارة للبارة يعني من المرمى للمرمى يعني هكذا نشوفوا اللاعبين يعني هنؤه بهذا الهدف يعني كان هذا واش قدرنا يعني فيديو يتفائلوا به الناس على امل نشوفوه في الفرق الوطنيه يعني منذ سنه 2013 يعني في كامل البطولات الانجليزيه من البريمير ليج حتى الجوله الرابعه ما شفناش حارس مرمى يسجل هدف على هذه الطريقه. كان هذا اخر فيديو نختم به الفقره الرياضيه. شكرا لك محمد محمود. شكرا لك محمد. منورك نهايه اسبوع موفقه. انتم مشاهدينا ما تزالون دائما متواصلين معنا عبر مختلف فقرات الشروق مورنينج، الفقره التي ستكون للحديث عن موضوع يعتبر مهم جدا من شأنه أن يعني يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني خاصة مع الأزمة التي يعاني منها وهو الصناعات التقليدية ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني، كما سنسلط كذلك الحديث عن حرفيي الجزائر وأهم المشاكل التي تواجههم. ياسين إذا رح نروح على فاصل وبعد رجعين. عدنا إليكم مشاهدينا، فقراتنا متواصلة كما قلنا قبل الفاصل، الحديث الآن عن الصناعات التقليدية في الجزائر وعن الطبع العشرين للصالون الدولي للصناعات التقليدية الذي تحتضنه الجزائر، وبذلك نستضيف ويسعدنا نستضيف السيد مقدور إبراهيم مدير صناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. صباح الخير أستاذ. خير أهلا بك. نبدأ من الصالون والشعار اللي كان هذه السنة الصناعة التقليدية شريك في التنمية المستدامة. أول شيء نتحدث عن ما الأمر الجديد الذي جاء به الصالون هذه السنة قبل ما نتحدث أكثر عن هذا الشعار الذي اخترتموه لهذه السنة. شكرا، بداية أوجه الشكر الجزيل لقناة الشروق على الاستضافة في هذا البرنامج الصباحي ويعطينا فرصة باش نتحدثوا على قطاع الصناعة التقليدية، وكما تقدمت الأخت الكاريبة على أنه يعني قطاع يعول عليه كثيرا في المرحلة القادمة. بالنسبة للصالون الدولي يعني هو أهم تظاهرة ترقوية يعني ينظمها القطاع، ونقدر نقول حتى هو أهم تظاهرة إقليمية، بمعنى إقليمية يعني على مستوى الدول تاع المغرب العربي ولا شمال إفريقيا، كتظاهرة دولية لقطاع الصناعة التقليدية. يعني العام هذا شهد مشاركة أكثر من 700 عارض، فيهم
أكثر من 500 حرفي في مختلف فروع الصناعة التقليدية والفنية، لأنه ممكن هذه فرصة باش ممكن نجوا من بعد، لأنه قطاع الصناعة التقليدية كثير من الناس ما تعرفش أنه هو قطاع ما فيش غير الصناعة التقليدية اللي يعني تعبر عنها ببعض التظاهرات التلقوية، يشمل قطاعات أخرى ممكن يجي فرصة أننا نتكلم عليها. لكن بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية والفنية، الصالون الدولي هو تتويج لكثير من التظاهرات يعني الوطنية الجهوية والمحلية، هو أيضا تتويج لعمليات أخرى تكوينية لنظمها القطاع، نتائجها تظهر كلها في الصالون الدولي للصناعة التقليدية. هذه السنة شاركت أكثر 11 بلد بالضبط، 11 بلد و116 حرفي نشوف بالنسبة للتقرير اللي قلتوا فيه. ربما السؤال هنا عنده علاقة ب ما الذي سيضيفوه هذو الحرفيين، وهل سيكون مثلا ياخذوا مثل علاش هذا العام عندنا فقط 11 بلد، عندنا أكثر من البلد ونشوف أكثرها هي عربية وإفريقية إن صح التعبير؟ طبعا أولا كي نقارنه بالسنوات اللي سبقت، هو هذا يعني راه يشهد تطور كبير جدا بالنسبة للحرفيين المحليين وحتى بالنسبة للأجانب. بالنسبة لل يعني احنا السوق الجزائرية هو سوق يعني واعد بالنسبة لكل العامل الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية. احنا اللي همنا في التظاهرة الدولية بالنسبة لحضور الأجانب ليس لترويج منتجاتهم، وإنما الاحتكاك بالحرفيين الجزائريين، لأنه هذا راح يحفزهم على أنهم يطوروا أيضا مهاراتهم. ما نستهينوش بالحرفيين اللي يجونا من الدول العربية والإفريقية، لأنه حتى هما متطورين في بعض يعني بعض الفروع. صح الصناعة التقليدية الجزائرية متطورة في كثير من النشاطات، منها خاصة الخزف والفخار، في السلالة، في الخشب وغيرها من النشاطات، لكن ضعيفة ممكن أو لا ناقصة شوية في بعض الفروع اللي، وهنا يخلي التلاقي الحرفيين الجزائريين مع نظرائهم الأجانب يعني اكتساب الخبرة حتى في الديزاين. احنا نعود نرجع سي القدور للشعار هذا، طبعا هو الصناعة التقليدية شريك في التنمية المستدامة، وكما ذكرت يعتبر قطاع من شأنه أن يمتص البطالة كما ويوفر مناصب شغل، بالإضافة أنه يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني. إلى أنه ربما الواقع الذي نعاينه الآن هو أنه الحرفيين الجزائريين يعانون ربما عدة مشاكل تواجههم، راح تقف عائق أمام ربما إكمالهم هذه الحرفة، حتى شفنا أنه فيه عزوف. يعني الحرفي الجزائري الآن يعاني من شح المدى الأولية، وإن توفرت هي غالية جدا. هي على كل حال هذا هو موضوع قديم جديد، لكن نقدر ولكنه مستمر يعني قديم جديد، ولكنه ما زال يؤثر على هذه الصناعة التقليدية. صحيح، لكن في الحق هذا الموضوع بالذات هو كل عنوان، يعني الإنسان مرات يجي يشد الصحيفة في يده في أي جريدة يكتفي بالعنوان بلا ما يقرأ، وتنتشر الأخبار الخاطئة في بعض المرات من العناوين. قبل هذه يعني لا تسمحي لي راني جاي يعني بصفة متدرجة. أولا قطاع الصناعة التقليدية وقطاع يعني قطاع في قلب التنمية المحلية، وهذا ما عندهش علاقة بانخفاض أسعار البترول. يعني السلطات العليا في البلد كانت وافقت على برنامج للتنمية المستدامة وضعناه في 2003 سميناه، وضعناه في 2002 تم وقت الموافقة عنه في 2003 سميناه برنامج التنمية المستدامة في قطاع الصناعة التقليدية آفاق 2010. هذا البرنامج وضعناه يعتمد على مجموعة محاور، المحور التكويني، التأهيلي، الترقاوي، التأطيري، التنظيمي، التشريعي وغيرها، مكن من يعني صعود، نقدر نقول صعود صاروخي في مسألة في قطاع الصناعة التقليدية، بدليل أنه ثماره
راهي حتى لسنة 2015 احنا بصدد التحضير لاستراتيجية جديدة بعد ما درنا مرحلة تقييمية للمخطط الأول. الآن قطاع الصناعة التقليدية يمتلك 334 ألف نشاط، يعني إلى غاية الوقت اللي نتكلم فيه يوظف 810 ألف منصب شغل، يعني ما يقارب من المليون. إذن راهو في قلب التنمية المستدامة. هذا لا ينفي وجود طبعا مشاكل الحياة. هذه ربما الأرقام المقدمة من قبلكم سي مقدور، ولكن ربما احنا لو كان نحبطوا فقط يعني الميدان مجرد عينة واحدة مثلا حرفية القصبة، مش حنوجدوا أكثر من المهتمين بمختلف الحرف والصناعات التقليدية، ولكن للأسف يقول لك احنا رانا مهمشين، ما راناش نلقاو نسوقوا منتوجاتنا، الجهات الوصية ما راهيش تعتني بنا. يعني حتى في المواد الأولية مثلا نشوفوا أنه مثلا منطقة القبائل صناعة الفضة، هناك من يقول أنه هذا ربما الصناعة يعني قريبة من الاندثار بسبب شح المواد الأولية. هي معلش هذه خليتني أنا قلت باللي كثير من يعني نقدروا نقولوا نوقعوا حتى احنا في أخطاء. أن احنا واحد الوقت كنا نتكلموا على حرف مهددة بالزوال. يعني هذه العبارة تتكرر مع كل، ولكن عبارة خاطئة. ممكن حتى حرفة مهددة بالزوال بعد البرنامج تاع 2003-2010. ممكن بعض المنتوجات مهددة بالزوال. اللي هي مثلا يعني نقدر نقول قال في مجال النسيج، قال الحايك كمنتوج مهدد بالزوال ولا في ولا زال والان في عمليه احياء، لكن نشاط النسيج ماهوش مهدد بالزوال. النسيج كي نقولوا النسيج يعني فيما، يعني مش النسيج الميكانيكي الصناعي. سي مقدور ما دام هذه الانباء، لا حتى باش تسمح لي باش من نبقاو نجيبوها غير بال يعني يعني كاين منتوجات، ممكن منتوجات مهدد لكن نشاطات غير مهدده بالزوال. بالنسبه للمواد الاوليه يعني لانه هذه عنوان عام، ما هي المواد الاوليه؟ الان نقدروا نقولوا الماده الاوليه اللي صح فيها مشكل لانها مش موجوده عندنا في الجزائر اللي هي النحاس. الان اما المواد الاخرى راه عندنا يعني مئات الانشطه. الماده الاوليه فيها ما عندهاش علاقه بهذا المشكل. نعطيك مثال السلاله. السلاله في الجزائر اما بالدم اما بالسعف النخيل اما بالحلفه. هذا من جانبكم جميل، لكن هنا كان عندنا استضفنا ربما حرفيين وايضا في تحركات وايضا شروق نيوز لما تغطي الجانب الاخر، الحرفيين لما يتكلموا عندهم قول عكس ما تقولوه اليوم، انه ما يقولوا انه الماده الاوليه وان وجدت تكون غاليه بالنسبه لهم، ما سيترتب عليه يكون غلاء في الصناعه في الماده الاخيره اللي تباع للمواطن، ولذلك تكون غاليه المواطن ما يقدرش يشتريها. صحيح، هو غلاء الماده الاوليه هذه على يعني نظريه اقتصاديه ولا قاعده اقتصاديه ياثر على المنتوج في النهايه. النحاس باش نقدر ناكد لك انه حاس بالنسبه للحرفيين خاصه لانه البول تاع النحاس راه موجود في قسنطينه. الحرفيين الان في قسنطينه واش يديروا؟ كاين ممولين لهذا الماده، يعطوا لهم الماده يخدموا بها يبيعوا المنتوج ومن بعد يعاودوا يسلكوا يعني الممول. لكن هذه ماده واحده. بالنسبه للفضه راهي موجوده عند اجينور الى الغلاء. هاي هذه يعني الهيئه الوحيده المخوله ببيع الفضه يعني بوانسون. لكن هنا هيئتكم انت لا تزال اليوم على ما تدخلش مثلا تحت يكون فيه الدعم لهذه الان رانا جايين واش دار القطاع، لانه تحكي على واقع الان نحكوا على واش دار القطاع. بالنسبه للقطاع الصناعه التقليديه ولا القائمين على قطاع الصناعه التقليديه من في يعني في سلسله ما قاموا به في لفائده الحرفيين. الى بالنسبه للتطوير الحرف نقدر نقول سنويا ننظموا 140 عمليه تكوينيه، يعني متخصصه في مختلف فروع النشاط، تبدا من التحكم في الماده الاوليه لتقنيه الانتاج حتى للديزاين باش الحرفي يتماشى مع مع سيروره ولا مع تطور الذوق المستهلك. ننظموا ما يقارب 170 عملية ترقوية تتوج بالصالون الدولي للصناعة التقليدية. لازم نعرفوا
باللي 170 عملية ترقوية هذه الحرفيين الجزائريين سون بريون شارج توتالمون، باش نتفاهموا مليح. يعني هذه العبارة مليح تسطروا عليها، بمعنى الحرفي يروح انت قلت لنا مليح عبارة نسطروا عليها، وحنا راح نقول لك باش تستر لنا فقط على واحدة العبارة. اسمح لي فقط لأنه تحدثت على المواد الأولية اللي تعتبر ربما هي شغل شاغل لكل الحرفيين، وتحدثت عن قطاع نقولوا أنه النسيج هي ما تزال مستمرة. النسيج مثلا تهديد، نقدر نقولوا أنه تهديد المواد المستوردة مثلا في قطاع النسيج. هناك العديد من الحرفيين يشكي ويقول لك المواد المستوردة اللي جينا من الصين ما فيهاش رقابة من الجهات الوصية، قد تكون مواد ربما رديئة وتغرق السوق. علاش ما كاش رقابه في مراقبه كل هذا المواد المستورده؟ راني جايك هذه مبارك. سطرنا ماذا بك على هذا ال... معلش انت سطر عليها فكرني بها في ال... كي نحكوا المساطر ونسطروا بالالوان. نعم نبقاو نسطروا نتكلموا عليها نهار اللي نحكوا بالنسبه للخزف. لا تسمحي لي برك هنا. اذا 170 اكثر من 170 عمليه ترقويه لي زارتيزون سون بري اون شارج، بمعنى يروح يلقى ليسباس باطل يبات في الاوتيل ويبيع. كاين يعني نوع من الاسيستان، يعني من الاسيستونس، ماش بنقولوش الاسيستانا. الان كي نشوفوا الصالون الدولي اللي هو اهم فضاء ترقاوي، واش يسلك الحرفي الجزائري بالنسبه واش صح القيمه نتاعو؟ يعني ما تلحقش ما با 25% من لا شارج نتاع نتاع العمليه هذا في يعني في التاطير وفي التكوين. في التكوين صح. الان نروحوا بالنسبه لل كما قالت الاخت المشاكل اللي ممكن قال المواد الاوليه اللي عندها علاقه بالاستيراد. هنا احنا الحرفي بالنسبه للحرفيين نظمنا لهم ايضا دورات تكوينيه اللي عندهم علاقه بال، لانه مرات الحرفي عنده مشكل في لو كالكول تاع لو بري لو كو تاع المنتوج اللي يديره. يعني هو يصنع منتوج ويشوف فيه قال هاو البري تاعو. كاين دورات تكوينيه شملت اكثر من 10000 حرفي وحامل مشروع باش يقدر يقدر قيمه المنتوجات اللي راه يصنعها، حتى باش لانه حتى مجال تنافسيه كاين كاين يعني باش المنتوج الجزائري ينافس المنتوج الاجنبي. احنا واش اللي علينا بالنسبه للتكوين؟ في التحكم في الماده الاوليه، في تقنيه الانتاج وفي الديزاين. هذا واش نقدروا نمدوا ونمدوا فضاء للبيع. الان رانا جاي ممكن بعد نهضروا على فضاءات البيع. الان هذو ثلاثه هذو يفترض انهم يساعدوا الحرفي على انه ينافس منتوجات الاجنبي. اذا اليوم نفهموا كلامك انه المشكله في الحرفي اللي ما قدرش يسوق منتوج تاعو باه ينافس المنتوج يعني الاجنبي. يعني هذا جزء من جزء من المشكل. بالنسبه لفضاءات البيع الان الدوله الجزائريه بصح مقدور فقط نرجع لهذه النقطه انه المنتوج اللي يجي من الخارج مثلا من الصين من دول الاخرى عنده معايير دوليه ويجي يغزو السوق نتاعنا. الحرفي من جانب اخر اذا ما كانش عنده حمايه من طرف الدوله نتاعو، ونشوف العديد من الدول تكون الاولويه للمنتوج المحلي بعد ذلك يعطيو للمنتوج الاجنبي. اليوم على حسب كلامك نفهموا انه الذي يلام هو الحرفي لانه ما قدرش يطلع من المستوى تاع المنتج تاعو. لا ماشي هذا هو، ممكن انت تحولته لهذا. انا راني جايك في مسار لا احنا فقط بها نروح للنقطه هذه. نروح للنقطه هذه في الان في النقطه هذه فيها شقين. الشق الاول هو مراقبه المنتوج، هذه خارجه عن نطاقنا. هكذا نروحوا الان المنتوج. أنا نتكلم على منتوج، ما نتكلمش على منتوج داخل بطريقة غير شرعية. الآن كيفاش تمشي؟ أنا مسؤول على الدخول بطريقة غير شرعية للأسواق الجزائرية. لكن نتكلم بعد ما تدخل، أنا نتكلم على منتوج داخل بطريقة شرعية. الآن هذا المنتوج اللي داخل بطريقة شرعية يفترض أنه خضع لطاكس، خضع يعني هذا كلها كلها يفترض في صالح الحرفي الجزائري.
لكن مع ذلك نشوفوا أن الأسعار تقعد عالية. الأسعار تقعد عالية لأنه هذه تقدر تقارنها بمنتوجات أخرى غير منتوجات الصناعة التقليدية. يعني مش غير في. لكن هنا نتكلم عن الصناعة. ربما سي مقدور هناك ربما إحنا كاين أشياء ربما كانت في صالح الحرفيين وكاين للأسف أشياء أخرى جاءت ضد الحرفيين وضد تطوير هذا المهنة. مثلا الحرفيين كانوا يستفيدون من صندوق الوطني لدعم الصناعات التقليدية ولكن بعد أن ألغي هذا الصندوق بسبب سياسات ترشيد النفقات والتقشف التي انتهجتها الدولة ربما هذا الشيء راح يجد ولا الحرفيين راح يلقوا عائق كبير أمامهم خاصة نقول مثلا في المساجين ولا اللي يقوموا بدعم الدورات التكوينية المجانية مثلا داخل مؤسسات العقبية أو ما شابه ذلك. هو على كل حال شوفي بالنسبة لصندوق ترقية نشاط الصناعة التقليدية لم يلغى. صح كانت نية السلطات أنه يتم إقفال الصندوق بنهاية 2015 الآن استجابة لرغبة الحرفيين راح يتمدد إلى 2016 لكن أكد أن الصندوق في سنة 2014 وحدها دعم أكثر من 2442 حرفي بالتجهيزات. هذا ماهوش أمر هين. الصندوق هذا نفسه هو ذاته لأنه هذا إحنا نسموه الدعم المباشر للحرفيين كاين دعم غير مباشر للحرفيين لأنه كنت نحكو على 140 دورة تكوينية و170 عملية ترقوية بما فيها الصالون الدولي هذه كلها تدخل في إطار الصندوق الوطني لترقية نشاط الصناعة التقليدية في الموسم الاصطياف فقط. يعني موسم الاصطياف وحده كاين عندنا في 14 ولاية ساحلية أكثر من 40 معرض يدوم الصيف في كل موسم الاصطياف. هذا الرقم يعني التقييمنا الأولي فقط نقول تقييمنا الأولي اللي جانا من خلال الاستمارات اللي داروها الحرفيين قيمة المبيعات أكثر من 24 مليار يعني 240 مليون دينار هذه في المبيعات الحرفيين غير في موسم الاصطياف فقط. الآن بالنسبة باش نعود ونرجعوا للمنتوجات الآن كنا نحكوا على المواد الأولية حكينا على النحاس حكينا على ذاك الآن نحكوا على الخزف لأنه الخزف الفني والبعض المنتوجات الفخارية المادة الأولية نتاعها هي مواد مستوردة كليا. احنا يعني اصطلاحا يسموها لا بات بلونش البور لا سيراميك ولا بات ريفراكتر روج ريفراكتر هذو تستخدم في الاواني المطبخيه. الان هذو منتوجات القطع نتاعنا قبل كاع ما يخرج مشكل سوق انهيار اسعار البترول وكانت رغبه الحرفيين انهم يبعدوا عن الارتهان للماده الاوليه المستورده. فالمشروع فالقطاع قام بإطلاق مشروع أنه المادة هذه تنتج محليا والحمد لله أن كل يعني بدينا بالأعمال المخبرية ثم الأعمال على التجهيزات المصغرة ثم التجهيزات الصناعية. في رسوم ربما جبائية تفرض على هذه المواد المستوردة. نعم. المواد لكن الآن المستوردة. الآن هذه المواد راهي تنتج الآن وصلنا إلى إنتاجها محليا. راكم شفتوها في الصندوق في الصالون الدولي على هامش الصالون الدولي. الآن الحرفيين ما عادش يكون كاين مشكل تاع بالنسبه لتكوين سي مقدور دورات التكوينيه هذا التكوين المباشر اللي تقوموا به فتحتوا مدرسه مختصه بتامن راست كانت اولى دوراتها من مارس الماضي 22 وشنو هي الفرق ربما بين هذه المدرسه المختصه اللي تقوم بالتكوين والمدارس التكوينيه الاخرى التي تنتهج من قبل الدوله؟ هي في الحق يعني هي مدرسه ولا هو مشروع باش ما نسميه مشروع افضل هو مشروع اطلق في اطار التعاون مع الجانب البرازيلي. هذا المشروع هو مشروع لتطوير صناعه الحلي الجزائرية. هذه الصناعة ولا هذه الحرفة المشروع هذا يمكن الحرفيين من أنه يستخدموا يعني يتعلموا النحت على الأحجار الكريمة. هذه العملية هذه الحرفة أصلا ما هيش موجودة في الجزائر في بعض الدول متمكنين فيها ودول قليلة جدا متمكنين فيها. الآن لو كان رحتوا شفتوا راكم شفتوا بالك في الصالون الدولي بعد دو موديل راهم مازال يعني مستمرة لمدة 18 شهر.
بعد دو مودي راكم شفتوا لي برودوي اللي يخدموهم تعتمدوا على مدربين اجانب ولا هما المكونين الجزائر. هو التعاون ثنائي بين الجزائر والطرف البرازيلي. الطرف الخبراء البرازيليين يأطروا تكوين الحرفيين هذو. الان راكم شفتوا يعني في مده ربما يعني مدة قليلة جدا جدا يعني مقارنة بالتكوينات الأخرى. الآن الحرفيين قدروا يتحكموا في عملية النحت على الأحجار الكريمة، والأحجار الكريمة هذه موجودة في الهوغار أسيلوفر. يعني هذا يعني نشوف التطور ربما في التكوين وأيضا رسكلة إن صح التعبير الحرف الأخرى حتى ما تنقرش. لكن إذا رحنا الجانب الآخر والتصدير، نشوفوا انه ربما السوق الوطنيه مازال ما كانش اشباع كامل، لكن ماذا عن التصدير؟ اليوم نشوفوا انه المخطط الجديد هو عن السياحه وتدعيم السياحه الجزائريه، ولا يمكن الحديث عن السياحه بدون الحديث طبعا عن الصناعات التقليديه. اليوم ما هو وضع الصناعه التقليديه في الجزائر من حيث هذا الجانب السياحه والتصدير للخارج مقارنه خاصه مع المغرب وتونس؟ صح، هو كما قلت هما قطاعين ما يقدروش ينفصلوا على بعضهم. تطوير السياحه يمر يعني حتما عن طريق تطوير الصناعه التقليديه، وتطوير الصناعه التقليديه احد اهم ادواتها هي تطوير السياحة. لانه احنا كي نتكلموا على التصدير هاو نوعين. والشيء الجميل في الجزائر انه كل منطقه ربما عندها صناعه تقليديه خاصه بها، راح يكون فيه تنوع. وحنا هذه اللي خلتنا ممكن نستعكنا راح نتكلم لكم على دور الصناعه التقليديه اللي بنتها الجزائر تقريبا في كل ولايه. كاين على الاقل عندنا دار صناعه تقليديه اللي راح تجمل مختلف المنتوجات نتاع كل الوطن، بمعنى انه الزبون كي يروح يشري يروح لدار الصناعه التقليديه يلقى المحلات نتاع الحرفيين نتاع المنطقه هذيك، ويلقى فضاء اللي يلقى فيه كل المناطق كل المنتوجات الاخرى. نعاودوا نرجعوا بالتكامل بين السياحه والصناعه التقليديه. قلت في التصدير راهو يمر طبعا عبر طريقين، اما التصدير المباشر للخارج، وهنا كاين عمليات يعني عمليات نقدروا نقولوا راهي في بدايتها، يعني كاين عمليه تصدير في بدايتها. هنا في الحق نفتح نداء انه السلطات الجمركيه انها تساهم بقوه في هذه العمليه، خاصه في ما يسمى بالاروقه الخضراء، بمعنى انه يساعدوا الحرفيين في ما لازمش يعتبر الحرفي كمؤسسه. نعم. لأنه إذا اعتبرنا الحرفي كمؤسسة الثقل البيروقراطية يخليه كثير من الحرفيين جاتهم طلبيات ما قدروش يلبوها، لأنه كاين ثقل بيروقراطي كبير بالنسبة لعملية التصدير. ربما تدخلوا هنا من هذا الجانب لمتابعة الحرفيين. احنا نرافقوا الحرفيين في هذه العملية، لكن بالمقابل كاين إدارات أخرى لازم تساهم بقوة وتسهل اكثر باش هذه العمليه تعطي بعد اكبر. ربما سي مقدور ساهمنا ما قلناش. تسمحي لي برك، كاين كي تروحوا للصالون الدولي كاين حرفيين الان بداوا يصدروا للصين. راكم حكيتوا على منتوجات صينيه تجي، الان كاين حرفيين هم يصدروا للصين. بمعنى تبادل، يعني مش تبادل، لا تصدير فعلي، منتوجات تصدر للصين. كي تروحوا للصالون الدولي تشوفوا بعض الحرفيين تكلموا معاهم مباشره. بالنسبه للمنتوجات اللي تسوق محليا للاجانب، هذا ايضا تطوير السياحه راح يؤدي الى تطوير لكن في منتوجات احنا نسموها المنتوجات التذكاريه، ماهيش منتوجات التصدير. ربما انتم كذلك في هذا الطبع وفي شعار هذا الطبع ركزتم على التنميه المستدامه وضروره ترقيه المنتوج الحرفي الجزائري حتى باش نقدروا نصدره الى الخارج. تشوف ربما ان المنتوج الجزائري يعني والصناعه التقليديه في الجزائر بنظرتك انه هي تعتبر ذات جوده عالميه حتى نستطيع ان نصدرها للخارج؟ طبعا اولا باش نعطي فرق فقط واحد الصوره بالنسبه لصناعه الخزف كامثله فقط. نعم. الحرفيين الجزائريين لا ينزلون على المرتبة الثالثة دوليا. كل ما تنظم مسابقة دولية في الخزف إما المرتبة الأولى إما المرتبة الثانية إما المرتبة الثالثة. فهذه المسابقة تنظم في فرنسا في إسبانيا في إيطاليا، يعني بلاد السيراميك. والحرفيين الجزائريين العام اللي فات المرتبة الثانية، العام اللي قبله المرتبة الأولى. نقدروا نقول من حيث المعايير أن الحرف الجزائرية طبعا
في المراتب الاولى. انا فقط للنظر لضيق الوقت نشكرك في الاخير على كل ما فتناه. شكرا لك. نذكر انه الصالون يختتم يوم 24 من هذا الشهر. لكن هو كان بدي تكون فرصه اننا نتكلموا على مشاريع اخرى. حتكون لدينا اكيد في الاعداد المقبله. ابراهيم مقدور مدير الصناعات التقليديه بوزاره السياحه والصناعات التقليديه، شكرا لك على حضورك معنا هذا الصباح. إذا المشاهدين ما نزال متواصلين وإياكم تمام التاسعة باستديوهات شروق مورنينج، موعد موجز لأهم الأنباء دائما مع رياض بن عمر. هذا ما نحن مشاهدينا، فنواصل فقراتنا في شروق مورنينج. نستضيف الآن أو ينضم إلينا محمد الفاتح خوخي والحديث عن وزارة الخارجية. وما كنا يوم أمس كنا تكلمنا عن إضراب عمال وزارة الخارجية، اليوم حيكون الرد. اليوم حيكون رد رسمي. صباح الخير ياسين سوسن. صباح الخير لكل السادة المشاهدين. إذا بعد الإضراب الذي شنه مستخدمو وزارة الشؤون الخارجية بعد رفض الوزارة الاستجابة لجملة من المطالب، اليوم الوزارة ترد على لسان الناطق الرسمي باسمها السيد عبد العزيز بن علي الشريف، حاضر معنا. صباح الخير سيدي الكريم. صباح الخير، أهلا وسهلا. السيد عبد العزيز، إضراب يعني لمدة 3 أيام شل مختلف مصالح وزارة الخارجية. الوزارة قامت برفع دعوى قضائية ضد المضربين، يعني ماذا يحدث بالضبط في الوزارة؟ كما تعلمون تم قبل بضعة أيام إشعار إدارة وزارة الشؤون الخارجية بنية النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية شن إضراب لمدة 3 أيام قبل التجديد. نعم. الإشعار كما قرار اللجوء إلى الإضراب اعتبرته الإدارة غير مطابق لأحكام القوانين والأنظمة التي تنظم حق ممارسة الحق النقابي واللجوء للإضراب. نعم. ولكن قبل ذلك أود أن أقول أن الإدارة مع الحوار، وأبواب الإدارة مفتوحة للحوار ومفتوحة للزملاء والإخوة النقابيين في إطار ما تسمح به القوانين وما تتيحه الإمكانيات التي هي متوفرة لدى وزارة الشؤون الخارجية. نعم، لكن سي عبد العزيز بن علي الشريف، يعني النقابة قالت بأنه بالفعل في حوار وتم فتح أبواب الحوار، لكن هذا الحوار يعني ما خرجش بنتائج، لأنه المطالب معروفة مرفوعة منذ أشهر، لكن إلى غاية الآن الوزارة ما لم تستجب لها. أنا كنت أود أن أرجع إلى كلام قلتموه، هو أن الإضراب شل مصالح وزارة الشؤون الخارجية. هذا أمر غير حقيقة وغير واقعي، لأن مصالح وزارة الشؤون الخارجية استمرت في العمل بصفة عادية. وإن كان في حد أدنى من الخدمة، كان في حد أدنى من الخدمة، وكان بود الإدارة وبود القائمين عليها بأن لا يلجأ الإخوة في النقابة المستقلة للإضراب، لأن الإضراب هو آخر ما يجب أن يلجأ إليه. لكن أنه ربما بعد سلسلة الاجتماعات الماراثونية اللي كانت ما بين النقابة وبين مختلف مدراء تنفيذيين على مستوى الوزارة، يعني مدام أنه هذه الاجتماعات ما خرجتش بنتيجة، وبالتالي النقابة يعني من حقها أنها تلجأ للإضراب في ظل تماطل الاستجابة المطالب تاعها. والله أنا قلت بأن وزارة الشؤون الخارجية هي مؤسسة الدولة الجزائرية، ووزارة الشؤون الخارجية تحترم قوانين الجمهورية وحق ممارسة العمل النقابي كما حق اللجوء للإضراب هي حقوق كرستها القوانين ابتداء من القانون الأساسي ثم القوانين والأنظمة، ووزارة الشؤون الخارجية لا يمكن أن تكون استثناء، فهي تحترم حق الموظفين للانتماء إلى نقابة وحقهم في مطالبة بحقوقهم. ولكن كل ما في الأمر هو أن أرضية المطالب هذه التي تتكلمون عنها هي أرضية مطالب في غالب الأحيان غير واقعية تماما. يعني مثلا اسمح لي سي بن علي الشريف، يعني المطالب يعني كانت مثلا المنحة السيادية، يعني هو مطلب عادي لأنه فيه قطاعات، مثلا فيه وزارات سيادية كما وزارة العدل، وزارة الداخلية، الوزارة الأولى، موظفي تاعها ياخذوا منحة سيادية.
يعني الموظفين تاع الخارجيه يعني من حقهم انهم يطالبوا هو, هو كذلك يعني. ولكن اداره وزاره الشؤون الخارجيه ليست وحدها التي تقرر باعاده النظر في المنحه السياديه، هنالك وزارات اخرى ومؤسسات اخرى، والقائمين على وزاره الشؤون الخارجيه طلبوا وقدموا دعوة لإخواننا في النقابة المستقلة للانضمام إلى الوفد الذي يتفاوض مع الإدارات الأخرى من أجل إعادة النظر في المنحة السيادية. نحن لا نعتبر أن هذا الطلب طلب غير واقعي وغير شرعي، وإنما هنالك بعض المطالب الأخرى مثلاً المزايد يعني. مثلا المساواة بين أعضاء الأسلاك المشتركة والموظفين الدبلوماسيين، أنتم تعلمون أن القوانين الأساسية تحكم كل مهنة، وشروط الانتماء إلى أي سلك من هذه الأسلاك تحكمه قوانين وتحكمه أنظمة، ولا يمكن للإدارة أن تحل محل القانون لتعيد النظر فيه. وإنما ربما هما تاع الأسلاك المشتركة يعني أثاروا نقطة هي التنقل مرافقة الحقيبة الدبلوماسية ونقاط أخرى، يعني اعتبروها أنه ربما فيها إجراءات مجحفة في حقهم وفيها محاباة يعني عدم المساواة ما بين كل الموظفين خصوصا ما يتعلق بالحقيبة الدبلوماسية. والله أنا قبل أن أقدم إلى هذا الاستوديو راجعت مع الإدارة هذه النقطة، وتبين لي أنه من بين 56 موظف تم تعيينهم لمرافقة هذه الحقيبة، مع العلم أن هذا ليس بحق أبدا، هذا ليس حق من حقوق أي فئة. يعني مراقبة الحقيبة الدبلوماسية هو إجراء ارتأت الإدارة أن تعمل به، نظرا لأن في بعض الحالات الحقيبة تكون متضمنة لبعض الوثائق الحساسة والمهمة، ولذا الأجدر بأن ترافق على أن نبعثها هكذا عن طريق الفرات في الطائرات. هذا ليس، ولكن قبل أن آتي إليكم راجعت، ومن بين 56 موظف رافق الحقيبة لحد الآن منذ تقريب سنة، 53 منهم من الأسلاك المشتركة، 53 منهم من يعني نسبة 99.99%. هم الأسلاك المشتركة أثاروا نقطة أنه ما فيش يعني عدل، لأنه بلك فيه موظف عنده 3 سنين من الالتحاق بالوزارة يعني يخرج 3-4 مرات في العام، في حين كان ربما موظفين في الأسلاك المشتركة عندهم 20 سنة في الخدمة ولحد الآن يعني مازال ما رافقوا الحقيبة الدبلوماسية. لا هذا حسب النقابة يعني. أنا أظن أن هذا أمر مبالغ فيه، لأنه هناك مرسوم رئاسي يسمح لموظفي الأسلاك المشتركة الاستفادة من تعيين في الخارج بمجرد بلوغ أقدميته 15 سنة، وأنا لا أعرف استثناء واحدا. أنا كنت من بين الذين تفاوضوا لصالح هذه الفئة يعني منذ أكثر من 15 سنة، يعني أنت كنت من بين المؤسسين لنقابة المستقلة يعني أنا في كل الأريحية لأقول بأن الإخوة الزملاء الذين بلغت أقدميتهم 15 سنة استفادوا من تعيينهم في الخارج لمدة 4 سنوات، ولكن هذا المطلب هو مطلب لا يمكن أن نعتبره شرعيا، ولكن يعني مشروع أكثر من شرعي، مشروع. ولكن كل ما في الأمر أن هذه الأمور في كثير من الأحيان ما تقرر نظرا لطريقة الخدمة، لمثابرة الموظف على العمل، لنشاط الموظف، لقدراته، حساسية المهمة أيضا. هو كذلك يعني هذه سيور ريكومبونس، هذه يجزى كل بعمله. ممكن أن يعتبر البعض بأن هذا لا يستاهل أن يرافق، هذا أمر إنساني واقعي، ولكن من هنا على أن نقول بأن هنالك مشكل في قضية هي أصلا ليست مشكل، هذا أمر مبالغ فيه. ولا أنا لو كنت مستشار لهؤلاء الأخوة لما نصحتهم بأن دفع يعني هذا المطلب. أبداً. روح المطلب آخر هو دفع تكاليف ترحيل الموظفين اللي قضوا اللي انتهت مهامهم بالمراكز الدبلوماسية والقنصليات بالخارج ما بين سنة 2008 حتى 2012، والمقدر عددهم ب 104 موظف، يعني هذو إلى غاية الآن ما لم يتم تعويضهم بمنحة 6000 أورو يتقدم على الوزارة، ربما وش ترجع على هذا؟ أنا أقول بأن كل المطالب الواقعية والعقلانية والغير مزايد فيها أبواب الإدارة مفتوحة، الأمين العام
لوزارة الشؤون الخارجية، المدير العام للموارد، مدير الموارد البشرية، كلهم مستعدون على مناقشة هذه المواضيع، على أن تكون قانونية وأن تكون أن تجد لها ارتكازا في القوانين والأنظمة. إذا أردت، نحن لسنا هنا للمناقشة القانونية لهذه المواضيع، ولكن لو ترجعون إلى نص المرسوم الذي يمنح الحق لهذه الفئة من الموظفين والمستخدمين التعيين في الخارج، ليس هنالك أي إشارة إلى لهذا التفصيل. نعم، نروح لنقطة أخرى سي بن علي شريف. أنتم كنتوا قد يعني الوزارة كانت رفعت قضية ضد المضربين، هل هو تشكيك في شرعية الإضراب أم تشكيك في شرعية المكتب النقابي على مستوى الوزارة؟ والله أنا قلت بأن وزارة الشؤون الخارجية قبل غيرها، نحن نشرب حوارا ونأكل حوارا، هو مهمتنا. إذن لا يمكن أبدا لإدارة وزارة الشؤون الخارجية أن تدير ظهرها للحوار أبدا. كل لكن ما في لماذا يعني دعوة قضائية؟ لأن دعوة قضائية، لأن إدارة وزارة الشؤون الخارجية اعتبرت بأن الإجراءات التي ينص عليها القوانين، سواء بالنسبة للجمعية العامة التي تم اللجوء فيها إلى الإضراب، أو فيما يتعلق تشكيل المكتب والمكتب النقابي، أو عملية اللجوء إلى الإضراب، اعتبرتها غير مطابقة للقانون الذي يحدد الذي ينظم هذا الحق. لكن اسمح لي سي بن علي شريف هذه النقطة، يعني أنتم ما دام أنه عندكم تشكيك في شرعية هذا المكتب النقابي وربما شرعية الجمعية العامة، يعني بالأساس معلومة تفتحوهم شباب الحوار، ما دام أنه هذا يعني ينشط بطريقة غير شرعية على مستوى الوزارة. شفت ساعة صدر هنا وساعة صدر الإدارة كبير جدا، لكن يعني هذا ولا عليكم هذا، ولكن النقابة هي نقابة شرعية ونحن لا نشك فيها، ما دام أن لدي اعتراف من طرف الهيئات والجهات المختصة، النقابة شرعية، النقابة كمؤسسة. ولكن الإجراءات، الإدارة اعتبرت أن الإجراءات لم تحترم وقدمت عريضة بهذا الخصوص لمحكمة القبة التي جاء قرارها ليؤكد أن عملية اللجوء للإضراب هو قرار غير شرعي، لأن الإجراءات المنصوص عليها لم تحترم. هو كان قرار من المحكمة الإدارية لبئر مراد الرئيس، لكن النقابة قالت أنه هو هذا الإجراء في حد ذاته خطأ، لأنه كان الأجدر بالوزارة اللجوء إلى مجلس الدولة لمقاضاة النقابة وليس المحكمة الإدارية. والله كما قلت، نحن هذا أنا جئت ومعي الأمر أمرين صادرين عن المحكمة. الأول يطلب من النقابيين عدم احتلال المناطق التي نعتبرها حساسة بوزارة الشؤون الخارجية. مثلا شو المناطق الحساسة يعني؟ يعني الممرات التي يمر بها مواكب السفراء والشخصيات التي أنتم تعلمون، هذه وزارة الشؤون الخارجية وهذه واجهة الوطن بلاد كله يعني. ورغم أن الحق معترف به ومكرس، إلا أننا لا نريد أن نعطي صورة سيئة عن هذه الواجهة، هذه الواجهة اللامعة للدولة الجزائرية. هنالك ممرات اعتبرناها حساسة، والإدارة قدمت عريضة بهذا الخصوص للمحكمة، والمحكمة طلبت من الإخوة والزملاء المضربين عدم احتلال هذه المناصب، هذه الأماكن. ولكن الأمر الثاني هو أمر أقر، وهو أمر استعجالي من ساعة لساعة، أقر بعدم شرعية الإضراب. يعني باش نختم هذا وإنهاء إنهاء إنهاء الاحتجاج حالا، رغم أنه النقابة قالت أنه هي 3 أيام قابلة للتجديد. باش ننهي يعني ملف الاحتجاج، وزارة الخارجية يعني اللي رعات عدة حوارات ما بين أشقاء اللي كانوا عايشين الحروب، وكتاش يعني ترعى حوار حقيقي وتجلس في طاولة حوار مع موظفيها لحل المشكل النهائي. أنتم لم تقتنعوا بما قلت. أنا قلت أنه ليس هنالك يعني إطار يعني واحد في وزارة الشؤون الخارجية لا يؤمن بالحوار، لا يؤمن أبواب من هذه اللحظة. أبواب السيد الأمين العام والمدير العام للموارد ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون المالية، وكلهم مسؤولين عن الرد على أرضية المطالب التي قدمتها النقابة المستقلة للمستخدمين الشؤون الخارجية. هؤلاء كلهم مستعدون للحوار في إطار لما تكون هذه المطالب كما قلت واقعية وعقلانية ونجد لها حلا
في إطار القوانين التي هي بين أيدينا. يعني مرة أخرى تعود تدعو الموظفين للحوار. أهلا وسهلا ومرحبا في الحوار من هذه اللحظة. وأنا أتمنى على إخواني وزملائي في النقابة المستقلة والمضربين التعقل والواقعية وكل ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. يعني نطلب نقدم عريضة بمطالب ممكن فيها شيء مزايدة. يعني أنت تعرف العمل النقابي فيه دائما شيء من المزايدة. يعني دائما يطلعوا لما تكون لاباري لابلاس توجور تريو بارفوا ما نقدرش خلاص نوصلوها. ولكن كل ما هو ممكن فالإدارة مستعدة لمناقشتي ودراستي مع النقابيين حتى نجد حلول في إطار الحوار والأخوة والزمالة اللي تجمعنا في وزارة الشؤون الخارجية. نعم سيد عبد العزيز بن علي الشريف، نختم يعني هذا اللقاء بموضوع أشغال ندوة إعمار مالي اللي يشارك فيها وزير الشؤون الخارجية سيد رمضان العمامرة ويلتقي فيها مع نظيره الفرنسي لوغون فابيوس. ربما حيكون هناك حيخيم عليها موضوع تعرض الوزراء الجزائريين إلى إن صح القول إهانة على مستوى المطارات الفرنسية. في عدة متتبعين لهذا الشأن يقولوا بأنه موقف وزارة الخارجية يعني ما كانش مثل ما هو مطلوب، لأنه في الأخير ما حصلناش على اعتذار ولكن حصلنا على تأسف من طرف السلطات الفرنسية. يعني أخرتموني على حين غرة، جيت لتكلم على الإرهاب وأنا أجد نفسي أتكلم عن موضوع كنا نتمنى أن يطوى منذ يعني إحنا اليوم نطويه إحنا من قناة والله الشرق. والله كل ما ليس كل ما تقول الصحافة حقيقة أكثر من مرة، رغم أننا نحاول قدر جهدنا أن نكون التواصل مع وسائل الإعلام وإعطاء معلومات ذات مصداقية ومعلومات يعني يمكن من خلالها للمتتبعين وللرأي العام الوقوف على مدى حرص الدولة الجزائرية على كرامة الجزائريين سواء كانوا وزراء أو غير وزراء. الاحتجاج الذي قدم للطرف الفرنسي كان احتجاج قوي، وذكرنا كما جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية بأن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وكان وأنتم تابعتم الأمر كان الناطق الرسمي باسم الكي دورسي وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أعلن الرد على سؤال بأن هذا العمل مؤسف وأن السلطات الفرنسية ستعمل كافة جهودها لأن لا نعود إلى مثل هذه الحوادث. أنا يمكن اليوم نعطيكم لابريمير، كان فيه إضافة إلى ما جاء على لسان الناطق الرسمي كانت فيه رسالة من وزير الداخلية الفرنسي إلى السيد جرين أعرب له عن أسفه الشديد لهذه الحادثة. وأكثر من ذلك الدولة الفرنسية ستراجع كل الإجراءات المتعلقة باستقبال الشخصيات في المطار بعد حصول هذه الحادثة، والتزمت بأن تخبرنا بما يستقر عليها الرأي وبالإجراءات الجديدة التي تتخذ حتى لا نعود إلى مثل هذه الحوادث المؤسفة التي نعتبرها مؤسفة جدا. شكرا. نعم شكرا جزيلا السيد عبد العزيز بن علي الشريف الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، كنت معنا للحديث حول موضوع إضراب العمال. وأيضا دائما عودنا مشاهدينا الرأي والرأي الآخر وحق الرد في شروق مورنينج. نشكره يعني مبادرة جميلة من سيد عبد العزيز بن علي شريف استجاب للدعوة. يعني بارك الله فيكم وشكرا لمنحي هذا المنبر، ومرة أخرى أدعو زملائي وإخواني في النقابة للتعقل وأبواب الحوار مفتوحة. نعم شكرا لك سيد عبد العزيز بن علي شريف. محمد شكرا لك أنت كذلك. مشاهدينا ما تزالون دائما متواصلين معنا عبر هذا البث المباشر. رح نروح الآن إلى المحطة الثقافية وأهم الأخبار والفعاليات الثقافية والمهرجانات، لكن قبل ذلك خلينا نشوف هذا تقرير البوكس أوفيس وأهم الأفلام التي تتنافس في دور العرض الأمريكية من إعداد نوال بوسبولة. كان هذا نعم قطعت لك كان هذا معليش. أخبار البوكس أوفيس من إعداد نوال بوسبولة التي تنضم إلينا لتعطينا أهم الأخبار الثقافية لنهار اليوم. صباح الخير نوال. بخير نوال، مرحبا بك. لأن الأخبار الثقافية تنوع كالعادة، أول شيء راح نبدأ به هو
نوال الطبعة الثانية للصالون الوطني الثاني للإبداع. نوال قبل ما تكملي فقط في أخبارك اسمحي لنا على المقاطعة فقط هدية، راح نروحوا على فصل قصير وبعدين راجعين لاستكمال باقي المحطة الثقافية. كن أول من يعلم الأخبار الثقافية مع نوال بوسبولة والتي تنضم إلينا، ومن الجانب الآخر ينضم إلينا أيضا ضيف مميز اليوم. هو أحمد الوهاج نات إيجرمان، مصمم ومخرج قصص خاصة بالأطفال. إذا صباح الخير أحمد الوهاج، راح نتحدث معك على القصص على جانب السلسلة راح جبتها معك اليوم، لكن فيما بعد بتفصيل أكثر. راح نبدأها بأخبار ثقافية، وهو الحدث اللي يشغل الحديث أو الساحة الثقافية في الجزائر، وهو انطلاق أو تواصل فعاليات الصالون الوطني الثاني للإبداع برياض الفتح من تنظيم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. إذا تحت شعار نبتكر لنبدع لنحمي جاء هذا الطبعة لنهار أو لعام لحماية الحقوق الملكية الفكرية، وشارك فيها أكثر من 70 مؤسسة مبدعة في المجال خاصة الثقافي، من سينما، مسرح، فنون تشكيلية وحتى موسيقى. إذا المدير أو محافظ الصالون صرح في ميكروفون الشروق حول هذا الطبعة وحول أيضا الحماية الفكرية، أقول يعني الملكية، حماية الملكية الفكرية أكثر. نتابع مع بعض التصريح. كل مؤسسات حماية حقوق المؤلف وبصفة عامة كل مؤسسات حماية الملكية الفكرية، يعني الدور تاعها أنها تقوم بحملات حملات تحسيس في اتجاه الجمهور وفي اتجاه المجتمع المدني، وخاصة في اتجاه شباب، خاصة في اتجاه طلبة وثانويين، باش يحسوهم يعني حول احترام حقوق الملكية الفكرية، لأن الإبداع والابتكار هما كما كنت نقول البارح يعني في الندوة الصحفية هما أساس تطور الاقتصادي وتطور كل مجتمع. كما ذكر وقال بأن الإبداع والابتكار هو أساس تطور الاقتصادي والمجتمع، وأكيد تطور أو تطوير الفرد أكثر. إذا نحن نتحدث على هذا الجانب مع الضيف أحمد الوهاج نات إيجرمان، مؤلف ومخرج مصمم القصص، قصص مصورة وكذلك سلسلة ربما تعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال. نعم، قصص أطفال هي تقريبا نروح للسوق دائما نشوفوا قصص أطفال، فيها قصص أطفال الطفل يمل من ديك القصة. حنا درنا إبداع جديد، والقصة الأطفال ما تكونش فقط قصة، لكن هي جمع بين الأدب والفن والمعرفة. من الطفل من يقرأ قصص أطفال بطريقة فنية مرسومة بلاكواريل، ومن بعد يلقى هنا دروس وعبر يستفيد منها القصة الأطفال. والركن اللي بازيت عليه جديد في هذه السلسلة، جديد اللي ما شتوش في أي بلد، هو ركن المعرفة اللي الطفل يحب يسمى باش يتعرف على القصة، على الحيوانات. نعم، يكتشف ويتعرف على الحيوانات اللي مرسومة في القصة، وخاصة الحيوانات اللي تعيش في الجزائر وما نعرفوهاش. إذا سلسلة لحد الآن هي سلسلة كليلة ودمنة، يعني للعائلة، يعني خديت هذه التسمية تسمية كليلة ودمنة للعائلة. لماذا بالتحديد للعائلة؟ لأنه نشوفوا بالقصص الأطفال هي موجهة للأطفال. للأطفال، قلت للعائلة لأنه ركن المعرفة فيه شوية نيفو شوية عالي، فيه مصطلحات علمية، والولي أولا هو اللي كما يقولوا يتعرف ويقرأ على هذه الحيوانات، ومن بعد يعلم الولد دياله باش يكون القصة الطفل ما يملش منها، القصة تكون مرجع وذا قيمة عالية، ربما تخلي عنده عنصر ولا حافز الاكتشاف أكثر، يحب يكتشف الطفل أنه نشوفه تنمي عنده كذلك مهارات كما ذكرت الاكتشاف، كذلك حب المعرفة، حب التعلم، حب التثقيف من الصغر. وهو من خلال ركن المعرفة يفتح باب العلم من شتى فنونه. ربما للفت نظري هو مثلا هنا السنجاب البربري، عملت له تحته كتابة بالتمازيغ وبالإنجليزية وبالعربية والاسم العلمي، وكاع المعلومات العلمية حبيت نعلم الناس من الصغر انه التوثيق وما ادراك ما التوثيق. دروك من يروح في اخر من تقرا على اي حيوان تلقى لي ريفيرونس في اخر القصه، يلقى المراجع باش يولي المرجع، يتعلم واش معناتها الملكيه الفكريه، الملكيه الفكريه ومراجع عالميه، ويزيد يتثقف، ولو انه تقد مرجع كلها بالانجليزيه والفرنسيه، يولي يزيد يقرا ويتثقف ويتعلم انه ما كاش معلومه بدون مرجع ديالها.
وفي اخر القصه نتكلموا على نبته، على نبته، وديك النبته كما يقولوا يتعلم مثلا ديك النبته يتعلم كيفاش يكتشف واش فيها فوائد. وفي كل قصه نتكلموا على الفيتامينات، واش فايده تاع الفيتامينات، الاملاح المعدنيه، ولا يتثقف. يعني قصه جامعه من كل هي موسوعه علميه داخله في قصه اطفال. هذا ابداع، تجربه متواضعه. لما فهمت هذا طابع بريدي، نقلته من دول مختلفه. انا مثلا دول مختلفه باللي باسكو كاين بعض الحيوانات تكلمت عليهم، علاقه الحيوانات، العلاقه الروحيه بين بعض الحيوانات ولا الشعوب القديمه والرمزيه، لانه كل حيوان تقريبا رمز لاحدى البلدان. فيما يتعلق ربما فقط جانب البحث او جانب المعرفه، اكيد كل باحث عنده مده معينه يستغرق في بحثه، يعني 16 قصه في هذه السلسله، سلسله من 16 قصه، يعني كم سنه دامت؟ 6 سنوات. ست سنوات يعني كان فيها بحث، كان فيها ركن المعرفه هو اللي يشد لي الوقت، لانه البحث وباش تروح تبحث على الكتب والمراجع تبات الوقت والمال ومنها، اللي شدت لي 6 سنين باش خرجت الركن المهم اللي انا بازيت عليه هو ركن المعرفه. لانه الطفل من تجيب اي قصه اطفال هكذا يشوف الحيوانات الصغيره هذه تكمل القصه يحب يعرف شنو هذا الحيوان وشنو منه. من يروح ركن المعرفه يتعرف على هذه الحيوانات، خاصه ربما انه لقاو انت مادام انه هذه القصص موجهه للدرجه الاولى بالعائله، العائله لقاو انه ماشي معظم العائلات يعني متقفين ولا ربما يقراو، يعني هذا الشيء راح يخلي اذا الطفل يحب يسال احد الاولياء ولا مثلا وشنو هذيك اللي في القصه، اذا ما يعرفهاش راح يكتشفها هو بنفسه في ركن المعرفه. إذا من خلال هذه القصص أو السلاسل القصصية أكيد كل يعني تستغرق منك الوقت في البحث ووقت في التصميم، خاصة من خلال يعني الهيكل الخارجي للسلاسل القصصية لهذه القصص 16 قصة، يعني الهيكل الخارجي يعني هل هو يعني من وحيك يعني أنت اللي قمت بهذا العمل أو يعني اعتمدت على جهات أخرى حتى تساعدك في هذا العمل؟ هو أنا اختصاصي هو الإخراج الفني والتصميم. هي مرسومه بالالوان المائيه تسمى لي زارتيسمنت، هو اللي ديسين يكون على الورق. نعطيه الاخراج الفني هو يرسمهم، يكون يعني الرسم الاولي على الورق ثم يعني يكون من خلال ثم يجي التصميم، انا اللي ندير التصميم ونزيد الاخراج النهائي. الاخراج الفني والتصميم واختيار الحيوانات وحتى دخلتني في للثقافه، لغه الازهار في هذه القصص الاطفال، كل قصه فيها زهره تمثل احداث تلك القصه، وفي اخر القصه في مروك المعرفه نعرف له كما القصه اللي عندك فيها على لا فلور دو لوبان، زهره الترمس، نبدا شويه الخزامه اللافون. انا ربما السؤال اللي حابه نسقسيك عليه، لانه قصص يعني مهمه جدا ومثيره للاهتمام، اسعار هذه القصص هي في متناول الجميع، وين يقدروا يلقاوها؟ وين هي درك راني نستنى باش علاش خفيت نستنى على المعرض الكتاب اللي جاي باش يتعرض هذا الكتاب، وباذن الله من ينتهي المعرض الكتاب حنا ان شاء الله نوزعوها كاع. هو الطبع كان في الجزائر، يعني عندنا مؤسسه ثانيه، مؤسسه ديسمه للابداع ديالي تاعي خاصه، وربما تقرب من المؤسسات التربويه حتى يتم توزيع هذه الامور. مؤسسات ان شاء الله التربويه نديروا شبكه توزيع كاع المكتبات ان شاء الله. فقط سؤالي يتعلق بالجانب الادبي اكثر منه من الجانب الفني في هذه السلسله. انت اعتمدت على كليله ودمنه، اقتباس من كتاب كليله ودمنه، ونحن نعرفوا باللي كتاب كليله ودمنه عنده مصطلحات شويه صعيبه لانه يتحدث مع الحكيم بيدبه وابن المقفع. اذا وش هو الطريقه وعلى واش اعتمدت باش خفت من يعني هذاك الحده، يعني المصطلحات يعني العربيه القحه يعني حتى تتماشى ونفسيتك؟ كتبت في المقدمه من خلال الادب، ثم من خلال النص الادبي والنص معدل ليتماشى مستوى الطفل. والنصوص الله يذكرها بخير الاستاذه تسمى مختصه رجعت لي، اي مكتوب الاسم ديالها تسمى المهم، رجعت لي النص يكثر خيرها باش النص يكون تسمى الطفل يقد يقرا. ربما قصص رائعه حتواجه حيز تلقاوها الناس في معرض الكتاب المقبل. هنا في الاخير نشكرك على حضورك معنا. شكرا لك نوال. اذا المشاهدين موعد الان وفقره الحصاد واهم الاحداث الوطنيه والدوليه حتلقاها مع محمد الفاتح الخوخي وقراءه في هذه الاحداث بحضور الضيف بعد قليل.
إذا عدنا مشاهدينا لبقية فقرات شروق مورنينغ، نستضيف الآن في الاستوديو سيدة فتحة بروينة. صباح الخير، مرحبا بك معنا. صباح الخير، صباحكم أسعد وسعيدة بلقائكم. احنا قبل الحديث معك خلينا نشوف ونربط الاتصال مع محمد فتح خوخي، عملنا حصاد ثم ينضم إلينا. محمد إليك الخط. من جديد ياسين سوسن سيدة فتحة بروينة، عودة من جديد إلى مشاهدينا، أهلا بكم في فقرة حصاد الأسبوع التي تأتيكم كل خميس عبر برنامج الشروق مورنينغ. والبداية بالحدث الرئيسي لهذا الأسبوع والذي كان وطني بامتياز، بعد الاتفاق التاريخي الذي وقعته وزيرة التربية نورية بن غبريت مع شركائها الاجتماعيين الممثلين في 9 نقابات إثر توقيع الأول على ميثاق أخلاقيات المهنة الذي جاء لوضع حد للاختلالات والإضرابات التي كان يشهدها قطاع التربية منذ سنوات، وأيضا إرساء مناخ دائم لضمان سيرورة الحسنة للمؤسسات التعليمية في انتظار توقيع النهائي منتصف الشهر القادم. إذن اتفاق وصفته الكثير أو العديد من مؤسسات أو العديد من المؤسسات الإعلامية بالاتفاق التاريخي. بالعودة إلى أهم الأحداث الوطنية المسجلة لهذا الأسبوع، إذن البداية كانت مع الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا بسبب التفتيش الدقيق الذي تعرض له وزير الاتصال حميد غرين بمطار أورلي أثناء الزيارة التي قادته إلى هناك الأسبوع الفارط. إذن هي حادثة تتكرر للمرة الخامسة مع عدة وزراء، الأمر الذي دفع بوزارة الخارجية إلى استدعاء السفير الفرنسي بالجزائر برنار إيمي وتبليغه استياء السلطات الجزائرية جراء هذا التصرف. ثاني حدث وطني كان هذا الأسبوع مع حروب الضواحي التي عادت مجددا إلى العاصمة مع عمليات الترحيل الأخيرة التي شهدتها، وبالتحديد بحي 3555 مسكن بسيدي حماد ببلدية مفتاح ولاية البوليدة إثر المواجهات التي تجددت بين المرحلين حديثا من حي الرملي وسكان حي الصحراوي بالمنطقة. أما ثالث حدث وطني فكان الأمطار الطوفانية التي شهدتها عدة ولايات والتي تسببت في وفاة 3 أشخاص، 2 بجلفة وواحد بالمسيرة. إذن أمطار الخريف لا زالت تقتل الكثير من الأشخاص في الجزائر بسبب تقاعس السلطات المحلية عن القيام بالمهام المنوطة بها في تصريف مجال مياه الأمطار واستكمال الأشغال العالقة على مستوى عدة ولايات. ننتقل الآن إلى أهم الأحداث الدولية لهذا الأسبوع، والبداية بالانتخابات البرلمانية في مصر. الجولة الأولى التي انطلقت عبر 14 محافظة لم تشهد شهدت إقبال ضعيف جدا، حوالي 26% هي نسبة الإقبال وفق ما أعلنت عنه الهيئة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر. انتخابات قال عنها المتابعون أنها شكلت إحراجا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ثاني حدث دولي كانت زيارة التي قادت الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو، هي الزيارة الأولى من نوعها منذ انطلاق شرارة الثورة السورية سنة 2011. الزيارة كانت بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قصد مناقشة العمليات العسكرية الروسية ضد تنظيم داعش في المنطقة. أما ثالث حدث دولي فكان في كندا التي شهدت وصول لرئيس وزراء جديد شاب. هذا الرئيس الجديد الذي جاء بسياسة جديدة أهمها سحب المقاتلين الكنديين ضمن التحالف الدولي الذي تشنه قوى عظمى ضد تنظيم داعش. إذن هذا الرئيس الجديد جاستين ترودو تنبأ له الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون بأنه سيصبح رئيس وزراء لما كان يبلغ من العمر 4 أشهر. إذن في مجملها كانت هذه أهم الأحداث الوطنية والدولية، والآن ننتقل إلى صورة الأسبوع التي كانت من نصيب اللاعب ياسين إبراهيمي، أو قبل ذلك شخصية الأسبوع المخرج ماذا يريد بالضبط
شخصية الأسبوع، ننطلق مع شخصية الأسبوع ووزيرة التربية نورية بن غبريت التي استحقت لقب شخصية الأسبوع بعد توصلها إلى اتفاق تاريخي مع النقابات وكبح جماح الإضرابات. ياسين يضحك ملء فمه من شخصية الأسبوع. حب شخصية الوزيرة تكون أولى الصور اللي نشوفها اليوم يا محمد. يعني بالفعل إنجاز حققته وزيرة التربية بعدما استطاعت جمع النقابات والوصول إلى اتفاق نهائي. من شخصية الأسبوع نعود إلى صورة الأسبوع إذا أمكن. صورة الأسبوع يا زكي، صورة الأسبوع إذا اللاعب ياسين براهيمي، هذه الصورة التي التقطت له بعد تسجيله للهدف الثاني في مرمى فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي. جدل كبير صاحب مشاركة ياسين براهيمي في هذه المقابلة، يعني بعد تسجيل الهدف قام بالسجود وتم التقاط هذه الصورة التي كانت صورة الأسبوع. من صورة الأسبوع ننتقل وياكم إلى فيديو الأسبوع، نشاهد هذا الفيديو ونعلق عليه بعد ذلك. هذا فيديو اللاجئين الجزائريين بمحطات القطار ياسين بعد تسبب الشركة الوطنية لنقل المسافرين في توقيف عدة قطارات بعد انقطاع التيار الكهربائي، يعني قامت بإنزال المسافرين لكي يلتحقوا بالمحطات الأخرى أو ببيوتهم مشيا على أكيد الأقدام. يا محمد، وهنا نواصل الحديث عن هذه الأمور بعد قليل والضيفة حول أو الإعلامية بعد قليل. نعم بالطبيعة. إذن التعليق على الأحداث الوطنية والدولية التي ذكرت بالحصاد من تقديم محمد خوخي، ستكون معه ومع ضيفته الحاضرة ضيفة الإعلامية والأستاذة القديرة سيدة فتيحة بوروينا. أنا وددت قبل ما نبدأ في الحصاد يعني نعطي لمحة صغيرة، خريجة معهد الإعلام السنة 88، متحصلة على شهادة في الدراسات العليا تخصص تسيير المؤسسات الإعلامية، مراسلة جريدة الرياض السعودية منذ سنة 99، اشتغلت بعدة مؤسسات وجرائد ورأست فيها أقسام الروبورتاج، رواية لديها رواية وهي رواية الهجرة التي صدرت 2009 عن دار القصبة، يعني رصيد ومسيرة طويلة جدا. تكللت بمنصب جديد رئيسة تحرير موقع الشروق الإخباري. صباح الخير من جديد سيدة فتيحة، مرحبا بك. مرحبا زميلي محمد، فقط أود لو نتطرق إلى مسار بالنسبة لي جد مهم، هو تولي مديرة نشر الموقع الإلكتروني الحدث الجزائري، وكان أول موقع إلكتروني باللغة العربية في وقت يعني ليس يوجد في المشهد الإعلامي الجزائري مواقع إلكترونية باللغة العربية، مقابل أكثر من 7 مواقع أعتقد باللغة الفرنسية. لكن التجربة يعني كانت مهمة، يعني بشهادة الزملاء، ولكن يعني خانتنا الإمكانيات المادية، وهي يعني إشكالية ومعضلة يواجهها الكثير. هذه التجربة اليوم حتى توظف في موقع قناة الشروق. أتمنى ذلك ولهذا السبب، وقبل هذا يعني أشكر رئيس المدير العام لمجمع الشروق السيد علي فضيل، الذي كلفني أولا ثم شرفني بهذا المنصب، رئيس التحرير مكلفة بشريط الأخبار والموقع الإلكتروني للقنوات الثلاث، ليس فقط الشروق الإخبارية ولكن العامة والبنا تيفي. أتمنى أن أوفق في هذه المهمة، استفادة يعني بالاستفادة من تجربة سابقة في الإعلام الإلكتروني. ربما اليوم الإعلام الإلكتروني يعني فرض نفسه بقوة في قطاع الإعلام، يعني الآن تمام. القنوات أو الجرائد أصبحت تعرف من مواقعها الإلكترونية، ربما شنو هو التحدي يعني اللي حترفعه سيدة فتيحة بروينا في خضم يعني المنافسة الشرسة، خصوصا أن الشروق الآن تلعب على المستوى العربي والإقليمي وليس على المستوى الوطني فقط. هو حتى الإعلام الإلكتروني ما فرضش نفسه فقط على مستوى القنوات، هو يساير ويواكب يعني التطورات الدولية الحاصلة في مجال كل ما يتعلق بوسائط الإلكترونية، وسائل الاتصال والإعلام. الآن لم يعد الصحيفة الورقية الأداة التي يتعاطى معها المواطن، الآن في المواطن الآن يبحث عن زر يفتح أمامه كل نوافذ يعني المعلومة، والمواقع الإلكترونية للقنوات التلفزيونية يمكنها الاستفادة من هذه الوسائط لتكون قريبة أكثر فأكثر إلى المواطن. الرهان أكيد يعني الرهان صعب،
ولكن توفير الإمكانيات التي تمكن من تحقيق هذا الرهان هو ولمسه يعني بعد التحاقي بالقناة الشروق نيوز. صحيح يعني استعداد المسؤولي القناة توفير هذه الشروط ليسترجع يعني الموقع الإلكتروني للقناة مكانته التي تليق بقناة إعلامية كبيرة تتصدر المشهد السمعي البصري في الجزائر. هذا أمر جد أكيد مهم لازم. لأنه كل العمل الذي سوف يبرز في الموقع الإلكتروني للقنوات الثلاث سوف يجد يعني صدى في شبكات التواصل تويتر فيسبوك إنستغرام. لأنه الآن شبكات التواصل الاجتماعي باتت هي الوسيط بين مصادر المعلومات والمتلقي. نعم ربما يعني كل هذه تحديات وهذا البرنامج يعني يليق له يعني موقع يكون بهيئة بشكل جديد. سيدة فتحة بروينة، نحن منذ يعني التحاقي بالقناة أنا أشتغل مع فريق به كفاءات صحفية وكفاءات تقنية. القسم هذا اللي يسموه هناك القسم الملتي ميديا لن يكون يعني من الآن فصاعدا فقط قسما يعكس التقارير الصوتية التي ينجزها الصحفيين، سيكون قسما ينتج المادة الخبرية، بمعنى أنه الصحفيين لهذا الموقع سوف يكلفون بمتابعة كل الحراك الموجود على مستوى القنوات الثلاث، متابعة المنشطين، مقاربتهم في برامجهم الخبرية، يعني سوف نكون ظلهم وسوف نكون يعني الواجهاتهم الحقيقية حتى لا يبقى يعني عملهم في الظل، سنكون صادق كل ما يتحرك في القنوات الثلاثة. كنت تفاعل أكثر أيضا معهم. أكيد نحن أنجزنا تصميما، نحن الآن نعمل بالتصميم القديم للموقع وبدأنا الاشتغال يعني فيه كما هو الآن، ولكن نحن يعني وضعنا تصميما أعتقده يعني سوف يكون رائدا فيما هو مطروح الآن يعني من مواقع إلكترونية على المستوى السمعي البصري الجزائري، فيه كفاءات شبابية متحكمة في المعطى التقني، سوف يعني تخرج لنا هذا التصميم الذي وضعناه يعني في شكل سوف يتاح للمواطن يعني متابعتنا حتى على مستوى الموبايلات الذكية السمارت فون، يعني عن طريق التطبيقات التطبيقات لأول مرة سوف يتاح للمشاهدين متابعة مضمون الموقع مضمون القناة عبر الموقع الإلكتروني وعبر السمارت فون، خصوصا عند الجزائريين المقيمين في الخارج. يعني نعم احنا الان ربما نلمسها في سلوكاتنا لريفلكس يعني يومي تاع المواطنين. نحن الان في نهايه اليوم ربما لسنا نستطيع يعني المقابله او نجلس امام تلفزيون لنتابع ما فيه، يمكنك الاستلقاء والاعتماد على سمارت فون بزر واحد وانت تدخل تتابع بث مباشرا وتتابع هو أمر يقوم به الإنسان اليوم أغلبيتهم وشوف مواقع التواصل الاجتماعي الأخبار لأنه أصبحت مصدر للأخبار خصوصا ياسين يعني المهوس بمواقع التواصل الاجتماعي. لا صيني أنه تسبقنا يعني بقرون في مجال هذا، هي سباقة ورائدة. الآن نحن نحاول الاستفادة من وسائط العصر لتقديم معلومات آنية في حينها نوعية تليق كما قلت في البداية تليق بقناة تلفزيونية مثل الشروق التي تصدروا الى الحان يعني المشهد السمعي البصري شوقتنا ربما يعني شوقتنا يعني الموقع وقت ايش حيكون جاهز الموقع؟ السؤال في محله. الموقع كما قلت لكم رانا الان نخدم على الموقع القديم يعني. نحاول يعني الاستفاده منه حتى لا يتوقف عملنا، لكن التصميم بين يدي شباب تقنيين مهارات كفاءات في هذا المجال، ربما يكون يعني تنفيذه ربما يعني يكون في الأشهر القليلة 3 أشهر المقبلة أو 4 أشهر قبل نهاية السنة قبل نهاية السنة قبل نهاية السنة العام الجديد. نعم نتمنى أن يكون يعني في مستوى طموحات يعني مسؤولي القناة، وسوف نبذل يعني قصارى جهدنا ليكون في المستوى إن شاء الله. إن شاء الله يعني نفس اليوم جديد جاي مع نفس جديد جاي مع أتمنى ذلك. أتمنى سيدة فتحة بروينة اليوم سيدة فتحة بروينة 22 أكتوبر اليوم أو العيد الوطني للصحفيين، وأنت اللي اشتغلتي
في هذا المجال منذ تخرجك سنة 88، يعني مريتي بالفترة العشرية السوداء، تقصتي منها بعد ما فقدتي زوجك في تلك الفترة، وربي يرحمه يعني، واللي كان نتاج رواية الهجالة. يعني كيفاش تشوفي انت اليوم الواقع العام للصحفيين، ربما في ظل يعني ما نشاهدوه من غلق لقنوات، لتضييق، للاعتداءات على الصحفيين أثناء تغطيتهم وأدائهم لوجههم المهني؟ هي أولا يجب أن نبارك يعني تاريخ 22 أكتوبر اللي أراده الرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تاريخا للصحفيين، تاريخا جزائريا خالصا للصحافة الجزائرية وللصحفيين. هناك كما نعلم تاريخا عالميا للصحافة هو 3 مايو، ولكن رغبة السلطة في طرح تاريخ يخصنا نحن الجزائريين هو أولا جدير بالتثمين. فقط نحن نأمل أن يكون هذا التاريخ تاريخ لتكريم الكفاءة والمهنية، وليس تاريخا لتكريم الاعتبارات الإيديولوجية أو السياسية. اليوم مثلا أنا كنت أتمنى يعني صدقوني أن يكون يعني توزيع الجائزة الأولى لهذا اليوم في مكان يعني طبيعي، في مكان طبيعي للصحفيين، بمعنى في المركز الدولي مثلا للصحافة، ولا يكون مثلا في مكان رسمي بامتياز وهو إقامة الميثاق. أقول هذا حتى تكون لهذه الجائزة مكان في قلوب كل الإعلاميين، في مكان يدخله كل الإعلاميين، لا إقصاء لإعلاميين، ربما تكون أيضا موعدا للقاء الإعلاميين ببعضهم البعض في وقت نحن نفتقد الى فضاءات تجمع شملنا، يعني تجمع شملنا، نتحدث فيه. ما فيش نوادي للاعلاميين، ما فيش يعني للاسف في الجزائر، رغم انه جيراننا ومثلا لبنان الصحافه اللبنانيه، صحافه المساء يعني فاتتنا باشواط. نحن نحوز على نقابات همها الاول هو الحديث عن المعطيات المهنيه والماديه، هذا صحيح مهم يعني بالنسبه للصحفي حتى لا ينشغل بقضايا يعني الحليب كيس الحليب والخبز، ولكن فقط السيده فتيحة برونة عز علي يعني باش نقاطعك لانه الكلام معك شيق جدا، ولكن للاسف ما بقناش كثير الوقت. نشكرك على حضورك هذا معنا هذا الصباح، واكيد ختامها كان مسك. شكرا لك ختامها مسك. نذكر فقط المشاهدين انه في معرض الكتاب سيدة فتيحة برونة تكون عندها كتاب خاص بالترجمه لاول مره، يعني عم بالي بالوقت ولكن كان رساله لازم نوصلها، وفيه شهاده ايضا في كتابه لزميله زهيه منصر اعلاميات على خط كل هذه الامور حيشوفوها في معرض الكتاب. مشاهدينا وصلنا الى نهايه عدد اليوم من الشروق مورنينغ، نهاية أسبوع موفقة للجميع، وتواصلوا معنا. إذا نهاية أسبوع موفقة للجميع، جمعة مباركة، يوم أو عدد آخر يتجدد معكم يوم الأحد المقبل بحول الله، إلى اللقاء.